عقلنا له في النفس آثار. فهيا احكوا لنا الأحلام لنشرحها بأحلى كلام. فرؤيا الحق في الإسلام لها فعل وأقدار. أعزائي المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أسرار الرؤى. طبعا هيسعدني في أول اتصال النهاردة الحاجة شادية. السلام عليكم يا حاجة شادية. السلام عليكم يا حاجة منة. ازيك يا حبيبتي؟ اتفضلي. أهلا بيك يا حبيبتي، اتفضلي. بقول لحضرتك كنت عايزة أسألك على الشموع الفرح. طب أنا بتصل بالرقم اللي خدته من على الشاشة. قالوا لي اتصلي بالأستاذة منة. لا أنت اتصلتي، اتصلي، ما في عندك رسائل تحت وعندك رقم دلوقتي اللي هو 0111. لا دلوقتي هتلاقي الرسائل على الشاشه وهتلاقي في رقم اكتر تسجلي بيه بياناتك. هتشوفيه دلوقتي على الشاشه وتدخلي على طول وتسجلي حاجه شادي. طيب شكرا ليكي جدا. شكرا شكرا ليكي حبيبتي جدا. شكرا ليكي حاجه شادي. هتلاقوا دلوقتي يا جماعه للتسجيل اساميكم وكده في برنامج شموع الفرح هتلاقوه تحت الرسائل على الشاشه ان شاء الله. معايا مين؟ اخت فاطمه. السلام عليكم يا فاطمه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا اخت منى؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ ازي حضرتك؟ والله الحمد لله يا حبيبتي. والله النهارده الله يخليك يا رب. حالك يا حبيبتي يا رب. الله يخليك يا فاطمه. والله يا استاذه منى، والله الله يخليك يا رب يا فاطمه. ربنا يصلح حالك. بصي حضرتك، هو انا ليا ثلاث رؤيه بس صغننين كده. هي اختي حلمت ليا ان انا ايه، بصي يعني بس انا مش عايزه ابالغ بس في القول. اختي حلمت ليا ان انا قاعده جنب ربنا. بس استغفر الله العظيم، انا مش عايزه اقول برضو في الحته دي، بس انا هقوله لك فريد حسب الرؤيه. فبتقول ان انا كان في ظهري النار وعمال اعيط اعيط. فلما عيطت قال لي اسكتي او اخرسي او اسكتي. فلما اول ما سكت لقت الملائكه ملفوفه حواليا. هي دي اول رؤيه. طيب هو ده غض البصر عن الحرام في الدنيا والله اعلم. ايه؟ غض البصر عن الحرام في الدنيا والله اعلم. حلوه. ربنا يفتح حالك يا رب. الله يخليك، اتفضلي. طيب. بص حضرتك، بتقول ان انا كنت انا داخله مكان او حجره معينه وكنا داخلين سوا، وبعدين بقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فبعدين بيقولوا لي مين؟ بقول لهم ده سيدنا محمد موجود في المكان ومحدش شايفه غيري. فهم فعلا قالوا لي ان انت شايفاه ومحدش شايفه غيرك. وسلمت عليه وهو كان قاعد في الحجره. امتى ديت؟ امتى؟ نعم؟ شفتيه امتى؟ بقالها كتير الرؤيه دي، بقالها كتير، بقالها زمن. ما هي دي الروح الايمانيه اللي موجوده فيكي، العطاء اللي انت هتديه لغيرك فيما بعد اللي هو دلوقتي. يا رب يصلح حالك يا رب. الله يخليك. طيب. يا فاطمه اتفضل. بص حضرتك، هي برضو هي حلمت ليا ان ايه، ان انا واختي وكنا واقفين في ارض عندنا. فبعدين بيقولوا لي ايه، بيسالوني عن الحج. فبيقولوا لي ان انت عملت عمره قبل كده، فقول لنا نعمل ايه على اساس ان احنا نروح نحج. فقلت لها اختي ديت حسناء، بقول لها انت دارسه فقه يعني المفروض تجاوب على الناس. قالت لي لا، ده التطبيقي غير العملي. قلت لها طيب. فبعدين بتقول لقت على ايدها اليمين مباشره على طول الساحه بتاعت العيد. قلت لها قلت لها قبل ما تلاقي الحته دي، قلت لها اذني وانت داخله. فهي اذنت في سرها. فبعدين لقت على طول مباشره على ايدها اليمين ساحه العيد. فصلوا ويعني صلت، وصلت هي واختي وكان ولاد عمي هبه واسماء لابسين طرح صفرة. فبعد ما صلوا خرجت، لقت عيال، مش خرجت بقى، لقت عيال صغيرين خايفين وبيجروا. فهي جريت معاهم، وبعد ما جريت معاهم كانت اختي برضو، اختي تانية شيماء كانت معاها. فبصيت لقيت فاطمه معايا. طب فاطمه انا كنت حابه اقول لك، انت مضيت العقد ولا لسه؟ مضيت العقد ولا لسه؟ والله اعلم يا فاطمه. طبعا ده فتحه الخير عليكي من ربنا ان شاء الله ورجعنا تاني. معايا مين؟ ميرفت. سلام عليكم يا اختي ميرفت. ايوه حبيبتي. ايوه اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. ازيك يا استاذه منى؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله كويسه. اتفضلي. ممكن احكي لك؟ الحمد لله كويسه. اتفضلي. ممكن احكي لك كام حلم كده بس بعد ما قفلت كلميني في التلفزيون عشان اسمعهم. حاضر حاضر. انا بصراحه اليومين دول رايحه عمره. ألف مبروك. الله يبارك فيك. فحلمت حلمين كده عن العمرة الأولانيين. حلمت أول مرة اللي أنا بلم الحاجة الصين اللي في بيتي وكده قبل ما أروح اللي أنا إيه عمرة وكده، بلم الحاجة اللي في بيتي. بصيت تلاقيت جيت في طبق كده تلاقيته مكسور، ليا ابن أختي متوفي.
خد مني الطبق دون وقال ايه هيروح يعني خده ومشي. وبقيت الاطباق التانيه قال لي هوديهم ايه عند خالتي جوه يتغسلهم وكده. قلت له لا ده دول انا هشيلهم. وبعدين انا رحت قمت اللي انا قلت اللي انا اشيلهم والمهم جه جوز اختي قال لي لا ده انتوا خلاص كده طلعنوا عمره ما لحقتش اللي انا لم الحاجه بتاعتي كانت ماليه الدولاب والحاجات دي كلها صيني. وبعدين قمت طلعت زي ما تقول اللي هي المعبر اللي انا رايحه بيه العمره وكده اتلاقيت واحده كبيره ادتني كرسي اقعد عليه. فالكرسي دايما بمرجي رايح جاي كل الناس اللي قاعدين في الباخره دول طمعانين اللي انا ان هم ياخدوا الكرسي ده. بس ما حدش خده مني خالص. طب هو كويس. ده اول حلم. طب انت مكانتك حلوه والناس اللي حواليكي بيحبوك والحمد لله وبيشهدوا لك بكده، هل في حد محتاج منك مساعده وانت حابه ان انت تاجلي المساعده دي بعدين يا حاجه مرفت؟ طيب انا عايزه اقول لك على حاجه، ربنا يكتبها لك يا رب، دي امنيه وتحققت لك بامر الله، انت هتعملي عمره ان شاء الله. اما لو في حد حابب منك مساعده وانت حاسه ان ظروفه مش كويسه من الاهل ومن اقربين ليكي وانت حابه ان انت تساعديه فساعديه واجلي العمره، ده حلال وان شاء الله ربنا يكون كاتبها لك في نفس ميعادها والله اعلم. ام محمد السلام عليكم يا ام محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا استاذه منى؟ ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ مني واحبك في الله والله. الله يصلح لك حالك يا رب يا ام محمد يا رب. اتفضلي. أستاذة منى معلش عندي استخارتين عندي عليهم كذا رؤية معلش. حاضر اتفضل. استخرت ربنا سبحانه وتعالى على أساس إن جوزي كان متجوز قبل يجوزني وكده، فحضرتك دلوقتي يعني مطلق مراته فعايز يرجعها عشان عياله وكده، فأنا استخرت ربنا يعني عايزة يعني أفضل بعيالي يعني وأسيبه ليها يعني لو رجعها وكده. يعني أنت عايزة تسيبيه بعد ما هو ما يرجعها؟ يعني افضل على ذمته بس اسيبه ليها يعني اقعد عشان عيالي يعني بس ما فيش علاقة تربطك بينك وبينه غير يا دوبك العيال. ان شاء الله. وتكون عايشة في بيته. ان شاء الله يعني. طب هو ده ما يرضيش ربنا ده يعني؟ طب قولي لي على الصلاة اللي انت صليتيها الرؤية. حضرتك شفت الاستاذ الشيخ احمد عبد العوض موجود على سفرة وكأنه معاه واحد وعايز يعمل حاجات يعني، فانا حبيت اساعده فكان فيه جزر مخلل فانا لميته ولميته له في كيس وكده عبيته له ورحت اديه له قلت له اتفضل يا شيخ احمد، فراح شكرني وكده وقلت له طيب الجزر ده احط فيه ميه ولا كده كويس، راح قال لي لا الميه اللي فيه كده كويسه، وكان في واحد اسمه عطيته راح قال لي هاتيه كده الميه اللي فيه كده تمام كويس، راح الشيخ احمد عبد العوض ففضل يعني يدعيني ويشكرني وكده، فبعد كده حضرتك لقيت بلح كان بلحه مرميه في الارض فرحت وطيت عشان اتلفهم ولمهم يعني على اساس انهم حرام يعني من الارض. بس حضرتك وحلم تاني. طب استني اخد ده بس الاول. اول حاجه انت بتحكي حاجه لو انت عملتيها من قبل الرؤيه بتاعتك انت ممكن تموتي بالبطيء، ان انت تعيشي معاه من غير ما يبقى بينك وبينه اي علاقه، فهماني؟ يبقى انت كده بتضحكي على نفسك، ادي حاجه. اما موضوع الرؤيه بتاعتك وكده فبيدل على ان كل حقوق الراجل ده ياخدها منك، واسلوبك وكلامك وتربيه عيالك وراحته وكل حاجه منك انت. اما الست اللي هو عايز يرجعها فده حلاله، عايز يرجعها على سنه الله ورسوله حتى لو كانت قبلك او بعدك وعايز يرجعها مفيش مشكله خالص، الراجل ليه اربعه طالما الزوجه مسامحه وراضيه. فالموقف اللي انت هتاخديه موضوع الطلاق او انت تبقي في حالك وفي البيت وكده لا مرفوضا تماما من احمد عبد عوض. منة الله سلام عليك يا منة. السلام عليكم. عليكم السلام يا منة ازيك؟ اهلا وسهلا بك. معلش يا دكتورة انا كان ليا حلمين كانت والدتي صلاة استخارة. فعلشان في مشكلة لأختي وكده فعلشان واقفة على طلاق وكده. أختك؟ فوالدتي صلاة استخارة علشان تتمنى من ربنا يعني إن ما يحصلش يعني إن شاء الله مشاكل تفك وكده. ان شاء الله. فحلمت ان هي بتروح ان هي في جارنا اسمه فرج وبيبيع حصير، مع انه في الحقيقه مش بيبيع حصير. قيس حصير يعني. فهي راحت تشتري منه واحد فلقته طويل كبير وصاحبته فقالت له هاخده، قال لها مش انت عندك في البيت؟ قالت له هاخده على اللي عندي. فلقيته بيقيس لها، قال لها ماشي، ولقيته بيقيس لها امتار قماش بيقول لها عشان تحط على الكنب اللي عندها يعني تعمله فرش جديد على الكنب اللي عندها.
فلقت نفسها في نفس الوقت رايحة مدرسة وبتروح ترى وبيوزعوا هناك قمصان للمدرسة، قمصان بيضة. فراحت عشان تاخدها هي وواحدة صاحبتها اسمها أماني. فقالت سمعت القمصان كتير، فقالت هي هتاخد قمصين كفاية. فهي نازلة لقت إن في إن هي نسيت فوق قميص كومبريزون، قميص كومبريزون طويل بتاعها قديم. فقالت لصاحبتها الخضراء اطلعي هاتيه اصل ده قديم وهيرموه. فطلعت صاحبتها تجيبه، فهي اللي طلعت خدته وقالت هو كده كده قديم فانا هرميها بنفسي. ده اول حلم. طيب هو ده يا منى والله اعلم، فبيدل على استقرار بعد هم وبعد نكد، استقرار في استقرار، لاننا عندنا فرج والحصيره والعبايات والقميص، عندنا كذا حاجه من دولت، انت فاهماني؟ فاحنا عندنا دلوقتي الفرج من ربنا على ان شاء الله، والحصيره اللي هي عند فرج، فبيدل على الست اللي مرجوحه لبيتها ولجوزها ولحياتها وكيانها، واستقرار نفساني بامر الله ربنا يكتبه لها مع الزوج تاني، وان شاء الله ما فيش طلاق والله اعلم. ام محمد سلام عليكم. ام محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كنت حضرتك معاكي من شوية. معلش يا أم محمد اتفضلي يا حبيبتي. ماشي حضرتك، في تلات رؤى تاني غير بتاعت الشيخ أحمد عبد العوض. طب أنت عرفتي بتاعت الشيخ أحمد عايز إيه؟ سمعت حضرتك. عيشي عيشي واصبري وربنا يكرمك إن شاء الله، وحلال ربنا مفيش أحسن منه. قولي الحلم التاني يا أم محمد. إن شاء الله. حضرتك شفت كأني في مستشفى، واني كنت عايزه اعمل عمليه، وفي المستشفى دي بياخدوا يعني عهده مثلا غطا يعني لحاف وكده وبطانيه، فانا كنت يعني مدياهم لحاف وبطانيه بتوعي وكده، فانا كنت ناسياهم. فانا رحت المستشفى دي، لقيت قدام مكتب المديره لقيت اللحاف بتاعي وهو بتاعي في الحقيقه يعني اللحاف. فحضرتك لقيته بره الشنطه يعني مش متطبق، الشنطه بعيد منه كده بره الشنطه ومش متطبق، ورحت قلت للمديرة ده اللحاف ده بتاعي يعني وكده وانا نسيها وكده، وكانت في بطانية تانية بتاعتي يعني. فراحت جات لي المديرة دي زي على هيئة واحدة قريبته اسمها عايشة، قريبة زوجي. فحضرتك جات لي طب تعالي يعني، راحت معايا في مكتب إداريين وقالوا لي هنستدعي يعني العاملة المسؤولة عن العهدة. فرحت انا على بال ما بيستدعوها، انا بفكر بيني وبين نفسي ان البطانيه دي اللي بسالهم عنها انا شفتها في بيت ابويا كاني خدتها قبل كده يعني. فبعد كده حضرتك شفت نفسي، ما اعرفش يعني تبع الرؤيه ولا واحده غيريها، ان انا وعيالي انا وبنتي وابني ماشيين في شارع مظلم، الشارع ده مظلم ما فيهوش غير نور تلفزيون منور بس، التلفزيون ده بيتكلم عن موضوع يعني الانقلاب وكده، فهو ضد الانقلاب يعني بيفهم الناس الحقيقه وكده. فحضرتك انا خفت يعني، قلت ما فيش غيري انا واولادي في الشارع والدنيا ضلمه، خفت لحسن يعني الشرطه تيجي تاخدنا وكده على اساس ان احنا جنب التلفزيون اللي بيتكلم ده. بس حضرتك بعد في رؤيه تاني. طب اقول لك الاولانيه الاول، انت كده قلت اتنين في واحده مش كده؟ بص هقول لك الاولاني موضوع انت راضيتي بيه وقرار انت راضيتي بيه وامر كان واقع موجود ما جاش من وراك وانت راضيتي فيه، بس تحملي بقى بعد كده اللي هيحصل، دي المدرسه والعمليه واللحاف والبطانيه، اللحاف هو الراجل، اما موضوع التلفزيون والانقلاب او حد ضد الانقلاب والكلام ده فبيدل على في حاجه ربما تحصل مشكله بسيطه ان شاء الله، ربنا يصلح حال البلد. امينه سلام عليكم يا امينه. عليكم السلام، ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا حاجه امينه، عامله ايه يا حبيبتي اخبارك؟ شفتي بقى انت اكيد مخصماني، ازيك؟ انت عارف بس انا ما اقدرش اخصمك، انا بشوفك كل يوم وبعدين انا اتصلت بيك وببعت لك ومفيش فايده. الله يخليك يا حاجه امينه، ما تزعليش مني، الرقم والله موجود عندي ان شاء الله بامر الله اكلمك، يعني سيبيني حتى اليوم الخميس ان شاء الله. طب ماشي ان شاء الله. هقول لك حاجه، هقول لك ثلاث احلام كده ومنهم حلم مش انا رحاب حلمت لواحد جيت اقدم لها لابس حلق فضه ولابس خواتم فضه كتير، وهو طويل وابيض، هو طويل وابيض. وفي عريس فرده حلق فضه وخواتم فضه في ايديه الاثنين. طب حلو، هو في عريس دلوقتي ولا حاجه؟ لا مفيش. والبارح والنهارده ايما دلوقتي بتقول لي يا ماما انا حلمت برضك واحد دي طويل وابيض برضك، وانا يعني هيجي متقدم لي بس انا مداريه وراه يعني، انا يعني هيحميني من كل حاجه يعني. قولي بس الحته دي، قولي لي يا حاجه امينه، يعني هي رحاب عايزه المواصفات ديت؟ ربنا يسهل. لا يبقى اشتركي بقى في شموع الفرح بقى وخليها تكتب المواصفات ديت. طب ماشي ان شاء الله ان شاء الله يا ام رحاب.
عامه يا ام رحمه، موضوع الشاب اللي هو الطويل والحاجات الفضه اللي فيه دي وكده، فبيدل على بشرى بقدوم عريس طيب ابن حلال ان شاء الله، وهي بتتمنى حاجه زي ديت، فرحه بيه ان شاء الله ربنا يكرمها. حاضر، شكرا لك جدا يا حاجه امينه. فاطمه، السلام عليكم يا فاطمه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذه منى، انا بكمل حضرتك الرؤيه اللي انا كنت بتكلم فيها. قولي يا حبيبتي. بص حضرتك، بعد ما الاطفال اللي هم اللي كانوا بيصرخوا واختي ديت اللي هي اذنت وجريت وراهم، فلقيتني حضرتك ان انا مرقبه وبطولي عادي وطويله وعاديه، وان انا بسال شيخ اللي هو الشيخ الخطبه وكان صوتي عالي عشان اوصل له الصوت، وبقول له اللي جاهد في سبيل الله قبل كده يقول لي اللي عايز يجاهد في سبيل الله ايه؟ فكده انتهت الرؤية على كده. ما انا بسالك يا فاطمه، بقول لك انت كتبت عقد ولا لسه؟ نعم؟ لا لسه ما كتبتيش العقد؟ لا لسه. طيب، هي عامة بصي يا فاطمة، دي كلها بشاير ليكي طبعا. في ايه بقى؟ القنوات كلها تتكلم عن فاطمة، وهنشوفها فاطمة على القنوات كلها بأمر الله. دي العقود اللي هي متوقعة ان انت تمضيها، الناس اللي عرضت عليكي، دي القنوات اللي هي عرضت عليكي. طبعا دي بشرة طيبة ليكي يا فاطمة ان شاء الله، طبعا يخص القرآن الكريم، فألف مبروك مقدما يا فاطمة. منا، سلام عليك يا منا، ارجع لنا بالسلامة تاني يا منا. طيب، بالنسبه للناس اللي بتسيب لي الارقام بتاعتها كلها، حتى الحاجه امينه وكده، حاضر، وكل خميس بحاول ان انا اتصل بمجموعه عشان ما حدش يزعل مني خالص يا جماعه. حاضر. حاجه عواطف، سلام عليكم. ايوه، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. ايوه، انا بنتي شافت لي رؤيه من مده، بس انا مش عارفه تفسيرها ايه. طلعت على سلالم لغايه السماء، وبعدين علي صوتك. طلعت على سلالم لغايه السماء، ماشي، والسماء بتطوف حوالين مني، وانا لابسه عبايه حمراء وطرحه بيضاء وماسكه سبحه بسبح. فقالت لي احنا فين يا ماما؟ بس هي تحت مني بسلمتين. فقالت لي احنا فين يا ماما؟ قلت لها احنا بنحج يا انجي. قامت قالت لي ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. لقيت تحت مني، بصت تحت مني لقيت الكعبه. بس وخلصنا على كده. هو انت عملت عمرة اصلا او حجيتي قبل كده؟ انا حجيت مرتين وعملت عمرات ياما. بسم الله ما شاء الله ان شاء الله. انت عملت عمرة كان في معاتها حج؟ كان في معاتها حجة؟ اه ما هي مكتوبة لك حجة، موضوع طلوع السلم والكعبة تحتيكي، فدي حجة اتكتبت لك حجة في عمرة. فبسم الله ما شاء الله، الف مبروك يا حجة عواطف. امة الله، السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك؟ اتفضلي. ازيك يا استاذة منى؟ ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله كويسة. استاذة منى، انا شفت رؤية، شفت ان كأني في احد الشهداء يعني، بس انا ما اعرفش مين الشخص ده، وميت وعمال يقول لا اله الا الله محمد رسول الله، وفجأة الشاب ده اتحول لبنت، فانا ماسكة ايديها فلقيتها جوانتي بتاعها جه في ايديا، ولقيتها هي لبست جوانتي فجأة، فبقول لها ايه ده، انت لبست ازاي جوانتي؟ قالت لي ربنا مرضاش يموتني وانا مستوره. بس وبعد كده جيت البيت عندي، فبقول لي في باكل كده حاجه فيها حاجات خضرة، نبات اخضر انا معرفش ايه هو، بس طعمه جميل جدا. وبقول لي بنت خالتي كلي منه طعمه حلو، هي مش عايزه تاكل. بقول لها لا كلي منه طعمه حلو قوي، ودي مصره ان هي ما تاكلش. فانا خلصت كله، كان فيه واخر حبايه كانت حمراء فكلتها، كان طعمها احلى واحده من الحبوب كلها كده. فبتقولي طب انا كنت عايزه واحده، قلت لها طب في واحده في ضرسي هخلعهولك واديهالك. فرحت خلعت الضرس فكسر مني، وبعد كده شدته تاني فوقع كله في ايدي. فبعد ما وقع لقيت سوسه كبيره جدا يعني باينه او وقعت في ايدي. راحت ماما قالت لي كويس ان هي وقعت. بس هو انت متجوزه؟ لا انا مطلقه. وفي عريس جاي، انا عندي 24 سنه والعريس عنده 45. لا كبير عليك. هقول لك، بص انا هقول لك على حاجه. اتفضل. هو موضوع والله اعلم الاول الشاهد، وان هو اتحول لبنت وكده، وفي جوانتي في ايديه والكلام ده كله، فهو بيدل على مفهوم خاطئ هيتصلح في عقول بعض الاشخاص. مش قصتك دي خالص. اما موضوع اللي هو الاكل، الحاجه الخضراء اللي اتاكلت، وموضوع اللي هو الضرس اللي اتكسر، وموضوع السوسه اللي جوه الضرس وكده، فهو بيدل على امر انت مضطريه عليه عشان كلمه مطلقه بتاعتك دي. فما تتسرعيش وصلي صلاة السخرة على الموضوع، 24 سنة لسه عيلة فمستعجليش. أم ملك، سلام عليكم يا أم ملك. سلام عليكم أستاذة منى. إزيك؟ اتفضلي يا أم ملك. كان عندي بس رؤيتين بعد إذنك. حاضر يا أم ملك، اتفضلي. هو الرؤية الأولانية اللي هي
مرات اخو جوزي حلمت بتحلم كتير انها بترضع طفل صغير. مرات اخو؟ اه مرات اخو جوزي. مرات اخو جوزك بترضع طفلة صغيرة؟ اه. طب بيدل على الهم او على التعب النفسي. طيب الرؤية التانية حلمت ان انا كنت عند حمادي تحت، انا في بيت عيلة يعني. وببص من فوق لقيت مية نازلة من شقتي. الجيران بتنادي عليا من تحت وتقولي في مية كتير نازلة من الشقة عندك. اه. فاخدت بنتي وطلعت جارية على الشقة اشوف في ايه. طلعت لقيت واحد عمال بيهد في الشقة بتاعتي وخصوصا اوضة النوم. اه. فدخلت عندي، انا عندي البلكونة كبيرة روف يعني. دخلت لقيت خرطوم مية كبير مفتوح. ولقيت ابن اخت جوزي، ابن اخته قاعد طفل صغير هو اسمه يوسف، فقاعد في عند الميه دي. فبقول له انت بتعمل ايه هنا؟ الطفل صغير مش بيتكلم وانا مستنياه يتكلم يقول لي بيعمل ايه. فالمهم انا ما شفتش اللي هو بيهد في الاوضه بتاعتي. المهم لقيت الاوضه كلها مهدوده في الارض، الاوضه بس. فببص بره لقيت واحد جاي لي بيقول لي انت، انا هيديلك البيت كله علشان انتوا مش عايزين تدوني الدكان. فببص، فانا عندي سلم يطلعني على والدتي. عايزه احاول اطلع السلم دوت مش قادره. ببص لقيت بنتي اتحولت لابن اخته الثانيه. اه. فمش عارفه بس على كده. هو انت انت نعم؟ انت في ايجار ولا في تمليك؟ لا تمليك، ما بقول لحضرتك بيت عيله. اه بيت عيله. ما فيش مشكله عندك في البيت ولا حاجه؟ يعني المشاكل الطبيعيه. طيب هو عامه وجود ميه في اوضه النوم نازله، وجود طفل ماسك الخرطوم او جنب الخرطوم، فمعناتها ان في تسريب كلام يخصك اللي بره الناس غريبه عارفاه. تسريب كلام او اي حاجه تخصك انت في حياتك انت الشخصيه بينك ومن زوجك، يعني شقتك الخاصه بيكي، بره في ناس غريبه عارفه بعض التسريبات عن كلامك وعن حالك وعن احوالك. فحاولي تستوري نفسك وخلي بالك من نفسك. ميرفت سلام عليك يا ميرفت. ميرفت ازيك يا استاذه من؟ ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ دلوقتي على العمره. ايوه اتفضلي. بقول لك العمره دي انا اخواتي اخواتي هم اللي مطلعين، لان انا ست اساسا ما بخلفش. هما بيكافئوكي بيها؟ اه هما يعني عاملينها لي ليا، لان انا يا ست ما خلفتش وكده. طيب خلاص يعني كده كويس، اهم حاجه ان محدش محتاج. لا محدش محتاج مني حاجه. بس كده، لان هو ما في هنا موضوع ان في حد محتاج او حد يكون عايز حاجه من الفلوس اللي انت مطلعاها، اهم حاجه يكون هما راضيين بيها. الحلم التاني بقى اللي انا حلمته ان انا اللي انا برضو رايحه في نفس النهارده اللي انا رايحه عمره، واللي انا برضو والدتي رايحه العمره وما خدتنيش معاها وانا زعلانه. وفي نفس الوقت اللي انا زي ما تقولي في حته كده برضو ناس طالعه الاتوبيس وانا برضو ما رحتش معاهم، ومشيت في حته كلها مغوطه كده طين وحاجات من دي كتير. دي النهارده اللي انا حلمته. وانت مشيتي في الطينه ديت؟ بميه وحشه كده مش نظيفه. هو انت المفروض تطلعي العمره امتى؟ يعني الشهرين دول. طب في واحد من اخواتك غصب على نفسه، حد غصب عليه ان هو يديكي فلوس هو محتاجها تاني برضه؟ لا لا. متاكده؟ لا. طب اقعدي مع اخواتك، اقعدي معاهم. سامعاني؟ اقعدي معاهم قبل ما تطلعي، قولي لهم انتوا ما حدش محتاج للفلوس اللي انتوا مطلعيني بقى، انتوا مسامحين وراضيين. لان هو هنا الطين فهو فكر حد، الطين اللي انت دوست عليه وانت رايحه العمره فكر حد، في حد بيفكر في امر، في ابتلاء عنده. واحتمال يكون رضاكي والله اعلم. فاقعدي مع اخواتك وشوفيهم مرضين ولا لا، وعشان لو حد عنده ظروف ولا كده فما ينفعش تطلعي، هو عنده الظروف، عشان كلك يبقوا مسامحين كنت طالعه. والله اعلم يا حاجه ميرفت، حاجه مقدما ان شاء الله. ايمان سلام عليك يا ايمان. عليكم ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا ايمان. الله عليك يا استاذه منى، ما تخلونيش اقفلوا على الخط، انا عندي ثلاث احلام. حاضر مش هيقفلوا. حاضر. بص حضرتك، انا اول امبارح قمت من النوم لقيت ايدي حن. لقيتي ايه؟ في ايدي حنه. في ايدك حنه. ده الاستفسار، دي ايه بقى طبيعي كده ولا ايه؟ مش فاهمه. يعني انت صحيتي من النوم لقيتي الحنه، والحنه فعلا مطبوعه في ايديكي. ايدي الاثنين. طب انا حلوه عجباني الحته دي، بس اسال على حاجه اهم منها. قولي. عامله ايه مع ربنا؟ الحمد لله بصلي. بتقراي في القران؟ انا كنت بقرا من قيمه فتره، يعني من قيمه فتره كده كنت كل شهر لازم بقول لا اني اختم القران. الاذكار ما بقتش اقدر اقرا في القران، لاني يعني لما بقرا في القران جسمي كله بيتقل وما بقدرش امسك القران وبتعب. اصل انت عارفه اقول لك على حاجه، الحنه خفيفه ولا تقيله؟ كانت يعني على اخر النهار ما لقيتهاش، يعني على اخر النهار بتروح. كل يوم الموضوع بيتكرر؟ لا هو اول امبارح بس. اصل وجود الحنه مع شخصيه دينيا كويسه فبيدل على الجسم المبارك.
الحمد لله. الجسم المبارك اللي متغلف برحمة الرحمن وبرضا ربنا اللي هو وجود الحنة. فعشان كده كنت عايز اسألك قبل الحنة، بقولك هو موضوع عجبني وحلو، اما انت بقى صلواتك وكده فانا لازم اسأل على ده كله عشان اربطه بيها. فبسم الله ما شاء الله يا ايمان، ربنا يتمم عليك نعمته يا رب العالمين ورحمته يا رب انت وكل الناس اللي تسمعنا. شيماء سلام عليكم يا شيماء. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيماء، اتفضلي. كانت والدتي حلمت برؤية بعد اذنك. لا مش سامعاكي يا شيماء. رؤية لوالدتي بعد اذنك. اتفضلي. هي بقى لها فترة يعني. اتفضلي. حلمت ان في اتنين شايلينها لابسين ابيض. شايلينها على كرسي. اتنين شايلينها لابسين ابيض. شايلينها على كرسي. وطالعين بيها على فوق كده على السما كده يعني. فبتقول لهم انتم موديني فين؟ انا خايفة. قالوا لها لا ما تخافيش احنا موديينك السعودية. قالت لهم هروح اعمل ايه هناك؟ قالوا لها هتحجي. قالت لهم طيب ماشي. فسكت، قالوا لها اسكتي خالص بقى ما تتكلميش. فسكتت. فنزلوها في مكان زي جنينة كده، مكان اخضر. وسابوها فيه ومشيوا. بس هي تعبانة من حاجة يا شيماء؟ لا بس هو اخويا متوفي يعني يوم فرحه. يوم فرحه؟ ما فيش يعني، بس هي مش بتشتكي من حاجة. هي مش بتشتكي يعني من اي حاجة؟ يعني هو تعبها بس وفاة اخويا دي. وهي تعبانة من يوم الموضوع بتاع اخوكي. هو عامة هو صبرها وقولها لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله، فتكتب يطلع عمر عند ربنا. انت فاهمة يا شيماء؟ ده موضوع ان هي تترفع باتنين لابسين ابيض ويقولوا لها اسكتي، ووضعوها مكان اخضر وشالين بكرسي على السنة راحة السعودية. فده يمكن صبرها على ابنها اللي كان عريس وتوفى في ليلتها، والله اعلم. تسنيم سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا تسنيم. ازيك يا استاذه منى؟ ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ انا تسنيم اللي انت بشرتيني بالجنه، ربنا كل يجعلنا كلنا من اهلها طبعا يا رب. تسنيم الجميله. ايوه انا. اتفضلي يا حبيبتي، جزاك الله خير معنا جميعا يا رب. الله يبارك لك يا رب يا تسنيم. انا عندي حلمين وماما بعدين هتكلمك، عندها حلمين طبعا. فيرضى يقطع الخط. اتفضلي يا حبيبتي. انا حلمت الحلم ده كان من فتره، من زمان شويه. كان حلمت بصاحب اخواتي اسمه محمد خضر. ان هو متكفن في كفن ابيض ونايم على الارض. وحواليه شموع منوره حيطه وراه. وانا كنت واقفه وكان على الحيطه مكتوب الايه ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بس هي دي ده الحلم. متجوز يا تسنيم ده؟ لا ما اعرفش حاجه عنه صراحه، ما ده كان من زمان قوي. اصلي ده عريس الاخره، اسمه عريس الاخره ما شاء الله. تمام. فمش عارفه بقى هو ايه دنيته ايه، بس هو حلو، انسان محترم وحلو جدا. طب وانا ايه علاقتي في الحلم؟ لا ما انت عشان روحك حلوه فانت بتاخدي الناس اللي اروحها حلوه. تمام. فانت بتجمعي بقى. اتفضلي. يا تسنيم. الحلم الثاني كنت حلمت ان انا راح اقدم في مدرسه. فدخلت المدير المدرسه لقيت الشيف ابو اسحاق الحميني كان هو المدير بتاع المدرسه. فقعدت قدام المكتب، فراح مقدم لي طبق فيه لقمه القاضي وبلح الشام، وجنب الطبق فيه حته كريمه كده. فقال لي كلي ده من بعض اللي بتقدمه والدتك او من بعض ما عند والدتك حاجه كده يعني. بس فانا اخدت الطبق ورحت مطبخ وقعدت اكل منه. ده الحال. النشأة الصالحة، النشأة الصالحة، النشأة الحلوة اللي على دين وعلى خلق من الأم. ربنا يبشرك بالخير. فطبعا ماما قاعدة دلوقتي فرحانة بقى يا هي السبب. أكيد طبعا. فربنا يخليها لك يا رب يا تسنيم. آمين يا رب. آمين. اتفضلي يا حبيبي. اتفضلي. ممكن ماما تقولي الحلم؟ طبعا اتفضلي الدهان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أحلى منا، يا رب يبشرك بالخير في الدنيا والآخرة. الله يخليكي يا أحلى أم تسنيم في الدنيا. اتفضلي. الله يكرمك يا حبيبة قلبي. اتفضلي يا حبيبي. الله يخليك. بسم الله. وانا حلمت باذن الله ان انا كنت ماشيه في مكان بس مش معروف او مش عارفه المكان ده فين. وبعدين اتلقيت سور عامل زي سور النوادي كده، سور كبير وفي بابين. في بابين لحد يخش يعني، فانا حبيت اخش من الباب الاول الكبير. فما كانش معايا كارنيه دخول او تذكره الدخول. فمشيت شويه عشان اخش من الباب اللي هو ايه لعامه الناس يعني. فكان معايا الكارنيه ده ان يدخلني المكان ده. فجيت ادخل فببص على الباب الكبير، اتلقيت زوجي واقف على السلم في الباب ده. فروحت راجعه تاني للباب الكبير، فزوجي ايه دخلني من الباب اللي هو الكبير ده. فلما دخلت
طلعت بس زوجي ما طلعش معايا، هو طلعني بس. فانا طلعت وتلقيت مكان عارفه زي المدرجات درجات والناس قاعده كتير جدا ومدرجات كده، وتلقيت واحده قريبتي اسمها عبير برضو كانت قاعده. فانا المهم قعدت ورحت قمت وقفت تاني، فتلقيتني لابسه عبايه جميله جدا بس سودة، هي كلها اسود وفيها بسيط قوي حاجه بتلمع كده. بس تلقيتني لابسه لما اخذه حذاء كان تعبني في المشي، قمت عشان انا اتفرج على المكان واشوف الناس، فتلقيت الجزمه مش قادره امشي بيها كويس فتعبانه، بس انا قلت همشي ومشيت بيها وبقيت ماشيه، بس سبحان الله رغم ان الجزمه تعبانه بس انا ماشيه مبسوطه يعني. وصحيت على كده. طب قولي لي، هو زوج حضرتك موجود؟ موجود اه الحمد لله. ربنا يديله طول العمر يا رب. يا رب الله يكرمك. طبعا هو اكيد مريحك صح ولا كده وكده؟ حبه وحبه. ايوه ما هي الجزمه الضيقه ديت. ما انا خايفه بقى انه يسمعني. بص يا ام تسنيم، هو الله اعلم موضوع الكارت والابواب وكده، وان هو بيقول لك ادخلي وانت طلعتي المدرجات وكده، هو ما دخلش وراك وقال لك انت اللي ادخلي، فديت بيدل على مشاركه الزوج والزوجه في الحياه، وانت دايما بتدعي له بالهدى عشان ربنا يجمعكم برده في الاخره، في الدنيا وفي الاخره على خير، ده اللي انت بتتمنيه من ربنا، ولكن ربنا يهدولك. اما الجزمه اللي هي الضيقه بتاعتك بس انت بتحاول وتمشي، فبيدل على ان هو يعني ممكن يكون عصب شويه، او ممكن ان هو يكون بيضايقك، او مش فاهم الحياه ماشيه دلوقتي ازاي، ليه فكر معين ماشي هو بيه، ولكن انت راضيه بيه وفرحانه بعشك ومستحمله، مش مستحمله، انت مستحمله انك انت حابه حياتك وحابه عشك معاه، وهتكملي وتربيتك حلوه حياتك حلوه، دي اللي هو الجزمه الضيقه. اما العبايه اللي هي السوداء فبيدل على ستر ربنا عليك وعلى اولادك وعلى زوجك، فربنا يرضيك يا رب العالمين يا ام تسنيم. شكرا لك جدا. اعزائي المشاهدين فاصل سريع جدا وارجع لكم تاني ان شاء الله. الإنسان أسرار وتوجيه وأنوار، وشيء في دواخلنا له في النفس آثار، فهيا احكوا لنا الأحلام لنشرحها بأحلى كلام، فرؤيا الحق في الإسلام لا فعل واقدار. سنعود. أمراض النساء والتوليد، أطفال الأنابيب والإخصاب المجهري، علاج الذكورة المتقدمة، الأورام الليفية، وتشخيص أسباب الإجهاد المتكرر، وكذلك ربط دوال الخص عند الرجال بدون جراحة. الأستاذ الدكتور محمد مقبل، أستاذ النساء والتوليد والذكورة والعقم. حلم عمري يأتيكم يوميا في الأوقات التالية برعاية عدنا. رؤى الإنسان أسرار وتوجيه وأنوار، وشيء في دواخلنا له في النفس آثار، فهيا احكوا لنا الأحلام لنشرحها بأحلى كلام، فرؤيا الحق في الإسلام لا فعل وأقدار. أعزائي المشاهدين أهلا بكم، بعد الفاصل هاخد معايا أم سما. السلام عليكم يا أم سما. أم سما، أم سما معايا؟ أم آدم، سلام عليكم يا أم آدم. ألو السلام عليكم يا أتمنى. عليكم السلام، أهلا بيك، اتفضلي. أنا أم آدم من المغرب. على دماغنا من فوق، أهلا. فسري لي حلم جوزي. حاضر، اتفضلي. هو حلم إنه لقى يعني شجر برتقال. وخد برتقاله وكلها. وعاوزك تفسري لي هالحلم لو كان ممكن. حاضر، هتسمعيه معايا ولا تسمعيه بعد ما تقفليه؟ هسمعك معاك، ما في مشكله.
خلاص اما يشوف الشجرة اللي هي بتاعت البرتقال وياكل منها واحدة بس وساب الباقي صح؟ واحدة بس. هي دي بيدل على الراجل صاحب الاختيار في الدنيا، الراجل اللي بيختار صاحب الاختيار. يعني ايه؟ يعني مثلا لما يكون في اي موقف حد بيختاره ده بيكون الراجل صاحب الاختيار، ان في حد بيختاره في مواضيع. ايوه هو بيكون قدها. لو كان ممكن الايه؟ هو حلم ان في حد واقف عليه وبيقول له اكتب هالدعاء وقوله 100 مرة، وصحي الصبح بس مش فاكر الدعاء. الدعاء هو لا اله الا الله محمد رسول الله. شكرا شكرا لك جدا. طالما هو شاف دعاء ودعاء مش فاكره يقول لا اله الا الله فورا. هي تشمل الدعاء اللي هو قاله في الرؤية، اللي هو سمعه في الرؤية، والله اعلم. شكرا لك يا ام ادم. نورة سلام عليكم يا نورة. نورة نورة معايا؟ طيب هاخد رسالة بسرعة. بتقول حلمت ان حسن قال لي طليقي وامه خطب واحدة وسابها وابوه مات. طيب انا مش عارفة من هو حسن الاول، ولكن حسن يمكن يكون صديق الزوجة او صديق الزوج، ولكن كلمة طليقي بنت مطلقة، امه خطبت واحدة وسابها وابوه مات، بيدل على التودد في الكلام. هو ابوه مات يعني امر انتهى بالنسبة له، مش هتكلم فيه دلوقتي، ولكن فيه ممكن والله اعلم النصيب يجمعكم تاني. عايزك تهدي وما تستعجلش في الامور وما تعمليش حاجة ممكن ترجعي تندمي عليها تاني، وكله بالراحة، اصبري واستهدي بالله والله اعلم. هاخد ايمان. سلام عليك يا ايمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا إيمان. كنت لسه مع حضرتك بتاعت الحنة. نعم؟ إيمان؟ بتاعت الحنة اللي الحنة اللي كانت في إيدي لما صحيت من النوم يا مدام منة. اللي هو أنت صرتي بيها دلوقتي؟ اللي هو بتاع إيه؟ فكريني بيه تاني. لا أنا ما حلمتش، أنا صحيت من النوم لقيت حنة في إيدي. الحنة، ما أنا قلت لك حلوة. ما أنا لسه ما قلتش الأحلام، ما هو قفل عليا بضمان الأحلام. ده الحنة أجمل من الأحلام، قولي الأحلام يا إيمان. قولي يا ايمان. اكيد من عندك انت يا ايمان والله. حاولي ترجعي لنا تاني ان شاء الله يا ايمان. اميره سلام عليكم يا اميره. عليكم السلام. الصوت يا اميره. ازيك يا استاذه منى؟ ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ ازيك انت اسئله قوي على فكره. الله يخليكي يا ايمان يا اميره. ربنا يبارك لك يا رب. الله يخليكي يا اميره. بصي انا كنت حامل وسقطت قريب. انا اختي حلمت لي اللي مامتي الله يرحمها ادتني كيلو لحمه وفرختين. كيلو لحمه وفرختين؟ وهي ادتها هي كيلو لحمه وفرخه، بس هي كانت حامل وولدت وسقطت في طفل يعني غيرها. انت اللي سقطت الاول؟ انا سقطت بعد الحلم ده. ما هو اللحمه كده، اما الفرختين فبيدل على حمل مرتين ورا بعض. حمل ورا بعضه، يعني يمكن يعدي بامر الله والله اعلم، يعني السنه بتاعه المولود تجيبي تاني على طول. ده فرختين ورا بعض مع سقيط في اول الامر اللي هي اللحمه. ايوه. فقول الحمد لله يا اميره. الحمد لله. طب هي حلمت برضو بيها قريب، اديتها 2 كوبيبه ليا. بيت ايه؟ كوبيبه بتاعتك اللي هي زي كفته. واديتها ليها هي كوبيبه واحده. ليها معنى الحلم ده؟ لا، هي اختك معاها اولاد؟ ما شاء الله معاها. عقبال يا رب ما تجيب كمان وكمان وانت كمان ان شاء الله، هي بيدل على الخلفه كمان. والله اعلم يا اميره، وربنا يديكي ويديها يا رب العالمين ويدي كل المحروم، والله اعلم يا اميره. شكرا ليكي جدا يا اميره. هاخد رساله معايا. مين؟ طب سلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا استاذه منى؟ ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ كويسه الحمد لله. هو في حلم بس طويل شويه، بس ما تخليش يقطعه عليا. لا مش هيقطعه. حاضر يا حبيبتي اتفضلي معايا. اتفضلي. طيب ارجعي لنا تاني، والله ما حد قطع عليك هو من عندك. هاخد رساله بس طويله شويه. بتقول انا مطلقه، حلمت بصديقه اسمها عزه واختها منى، لم اراهما من فتره طويله، وكنت لابسه حذاء جديد بشريط ومغطي وش رجليا، فقلعت الفرده الشمال واعطتها لعزه وقلت لها جربيها، فلبستها واعطتها ليا فلبستها، فجاء تليفون لعزه، فردت انا فرد على رجل خليجي، فرد على رجل خليجي، فاخذت مني التليفون، وفجاء تليفون اخر لمنى، فردت انا على التليفون اسمه صلاح،
قال لي انت عامله ايه اعلان للزواج؟ قلت له ايوه ورقم تليفوني 012. فاخذت مني التليفون وقالت لي ده ليا، فشممت رائحه اكل حلوه جدا. فدخلت ام عزه وكانت جميله، هي متوفيه في الحقيقه، فقالت لي عزه امي عايزه تتجوز. فقلت لها ماله سيبيها تتجوز، ارجو التفسير ام عبد الله. والله واضح يا ام عبد الله ان انت يعني مشتركه معانا في مشروع الزواج يعني اللي هو شموع الفرح، والله اعلم. لان احنا عندنا هنا اسمك موجود في مكان فيه للتزويج، فبامر الله لك عريس في المكان ده، والله اعلم. ده واضح من اللي هي في ادغاس احلام، في عندي اعلان زواج، في عنده ماله تتجوز، في عندي 012، فده رقم تليفون ليكي مكان في موضوع في زواج، والله اعلم. ام عمر السلام عليكم يا ام عمر. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذه منى؟ ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ انا الحمد لله. انا بتاعت يوسف انا بتاعت عمر من الخطاب وبلال من رباح لو انت فاكراني. هفتكرك اكيد ان شاء الله يا ام عمر. انا عندي والله هم رؤيتين بس صغيرين جدا او ثلاثه وهيعدوا في ثواني، يعني مش هياخدوا ثلاث دقائق بالظبط. حاضر يا حبيبتي اتفضلي. الرؤيه الاولانيه تخص زوجي. هو حلم وهو كان لسه في الكليه، حلم ان هو واقف في بحر هادي خالص. البحر ده فيه موبايلات كتيره جدا. فكل شويه ياخد، وفي خزنه، كل شويه ياخد من الموبايلات من البحر ويحطها في الخزنه. ويرجع يلف يلاقي البحر اتملى تاني موبايلات، ياخد الموبايلات ويحطها في الخزنه، ما بتخلصش خالص من الموبايلات. وصحي على كده. طيب هيشبع خبره في الحياه، ما كانش الاول عنده خبره، هيبدا يعرف يتعامل مع الناس على قدر عقولهم. طيب في رؤيه تانيه ليا، وانا في ثالثه كليه حلمت ان انا جالي هاتف في المنام، يعني حلمت حلم بس جالي هاتف في المنام قال لي ما تحكيش المنام ده لحد. وجالي يعني حلو بس انا ما كنت صغيره ما اعرفش حاجه، فقمت وحكيته للي كانت معايا في المنام وحكيته للخطيب بس، وصحيت منه برضه. طب هو ايه كان الحلم؟ ما هو اتقال لي كده، الهاتف قال لي ما تقوليش المنام ده لحد خالص. هو انت ما تقوليش يبقى معناتها ان انت هتشوفي رؤى حلوه تخص حياتك، المفروض ما تتحكيش. يعني المفروض ان انا اي رؤيه تانية ما اقولهاش؟ انت اكيد شفت رؤى جميله جدا. طيب. وحكيتيها. طب الرؤيه التانية بقى ان انا حلمها لسه من فتره، ان انا ماشيه في مكان غير معروف. وماشيه ماشيه ماشيه وعماله شايفه حاجات، مش شايفه حاجه بس انا دلوقتي هدخل المكان ده اهو وهبص، خلاص انا لحظه يعني انا لحظه ما وصلت للمكان ده ان انا هشوف فيه ربنا، قمت صاحيه من النوم على طول ما شفتش ربنا. طيب هو ده طبعا بيدل على تصرفاتك في الدنيا، انت انسانه زاهده الدنيا وما فيها، انت عايش عشان خاطر تفرحي باولادك وتربي ولادك، ما انتش حابه الدنيا ولا مظاهر الدنيا الخداعه دي اللي قبل ما توصلي انك تشوفي ربنا، والله اعلم. فبيدل على الانسان الزاهد من الدنيا، ولكن في حاجات رابطاه هو عايش عشانهم، عشان يبقى لهم وعشان يفرح بيهم وهم يفرحوا بيه، مش اكتر ولا اقل، مش يعني مش بتاعه مظاهر وكلام من ده، والله اعلم يا ام عمر. فاطمه سلام عليكي يا فاطمه. ايوه السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا حبيبتي. انا عايزه في حلم عايزه اقوله لبنتي اللي شافته. قولي اتفضلي. هي شافت على الباب الشقه ولدين وشايلين بطيخه وحاطينها لها على الباب. طب وطي صوت التلفزيون يا مدام فاطمه. جميله جدا. بدأت تكلمه بقى يتكلموا بصوت العصافير. الشابين دول؟ الولدين دول. وبعدين عملت البطيخه كده، البطيخه اتفتحت وكانت حمراء جميله. فقالت يا ماما شوفي، فاكلت منها. وبعدين؟ بس خلاص على كده. ويعني هي دخلت اكلت منها، فتحتها وكلت منها. ودخلت البطيخه البيت ولا اكلتها بره على باب الشقه؟ لا دخلتها البيت. طيب والشابين او الولدين اتحولوا لعصافير. طيب هو ده بيدل والله اعلم كلامهم الكلام صوت العصافير. طيب اتسمعني. هو بيدل والله اعلم على امر فيه هم بسيط، طالما البطيخه طلعت حلوه، امر فيه هم بسيط جاي من ناس تافهه ما يستاهلوش ان هم يتحطوا في الدماغ اصلا، هم قاعدين لكده، حد هيزعلها بكلام وكلام ده تاخده في نفسيتها، ولكن مش هيطول معاها الموضوع، لان هتبص هتلاقي ان هم مش حاجه عشان تشيل منهم او تزعل منهم، والله اعلم. خاصه ان هي لقت طعمها حلو او شكلها حلو، فده اللي هيخفف الموضوع عندها شويه من الهم اللي هو هيدخل لها من الناس دي، والله اعلم. شكرا لك يا حاجه فاطمه. ايه السلام عليكم يا ايه. مساء الخير. عليكم السلام اتفضلي.
ازيك يا استاذه منى؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ انا عندي كذا حلم بس صغيرين، يعني عايزه معلش عايزه استفسر عنه. قولي يا ايه بس علي صوتك. اوكي، بس بعدي اختي عايز تستفسر عن حلم صغير برضو. اختك؟ اه، يعني عشان ما يفصلوش الخط. قولي يا حبيبتي اتفضلي. ايه طيب، انا في حلم حلمته من سنين فاتت، حلمت ان في عين مش متاكده العين الشمال او اليمين. طب علي صوتك يا ايه شويه. الو. ايوه. أيوة. بقول لك حلمت ان في عين من عينيا اليمين او الشمال، مش متاكده قوي يعني، بس على الاغلب شمال. حلمت ان عدسه عيني نفسها فيها دود، يعني محوطها دود كده، كان حد رسمه رسم على عيني مرصوص كده في عدسه عيني نفسها. استني بالراحه، في لون حوالين عينيكي من جوه غير النن اللي هو بتاعك ده؟ إيه، عدسه عيني كان في عليها دود، العدسه العين نفسها في لون كلها، يعني في لون تاني يعني مختلف. اه، كان عليها الدود لونه ابيض اللي هو الدود الصغير دوت، كان على عدسه عيني كلها، لدرجه ان انا رحت امسحه كده بصبعي يتبقى حوالي دودتين او ثلاثه. فانا صحيت من الحلم دوت يعني مكتئبه، يعني يمكن قعدت يومين ثلاثه خايفه حتى ابص في عينيا في المرايه في الحقيقه، وما بكلمش حد ومتضايقه من الحلم ده. من امتى الحلم ده؟ ده حصل معايا من حوالي كذا سنه فاتوا، يعني ممكن اقول من 3 سنين. طيب هو انت بعد كده تعبتي في حاجه او كده؟ او انا ممكن اكون مريت بشويه مشاكل، بس مشاكل كنت انت اللي حاكمه عليها غلط، امور انت حكمتي عليها غلط فعملت لك مشاكل. امور زي ايه طيب؟ حاجات تخص حياتك الله اعلم. لكن ان هو تغيير لون من العين في ناحيه في جهه او في جهه ثانيه، فبدون انا شفت عينيا كده لون عدسه ثاني اتغير بقى زي المبيض، فيها لون غريب بقت ما بعد الدود. ما انت بتحكمي على الاشياء غلط، في حكمك على الاشياء بعد الاشياء غلط، فبتعمل لك مشاكل، ما بتبص لها غلط، دي نظرة خاطئة. فاهماني؟ طالما العين طلع فيها حاجة معيوبة في عينك غير الطبيعة بتاعتها، فبتدل على نظرتك للأشياء غلط، هي اللي بتجلب لك المشاكل، بتجيبها لك، والله أعلم يا آية. رانيا سلام عليك يا رانيا. وعليكم السلام، ازيك يا مدام منى؟ الصوت يا رانيا الله يبارك لك يا رب. وعليكم السلام، ازيك يا مدام منى؟ ازيك يا حبيبتي، عاملة إيه؟ الحمد لله. اتفضلي يا رانيا. إيه لو سمحت، انا كنت حلمت حلم. لا مش سامعاك يا رانيا والله. بقول لحضرتك انا كنت حلمت ان في حد بيقول لي قومي يا ام محمد. قومي يا ام محمد. اه، فانا قلت له مين ام محمد؟ انا ما اسمش ام محمد. اه، قال لي انت. ها، ببص حواليا برضو ما فيش حد، بقول له مين؟ قال لي انت. بس انا ما عنديش محمد، انا معايا 4 بنات. 4 بنات. اه، بس هو الحلم طويل، بس ده اللي انا افتكرته، يعني ده اللي انا افتكرته من الحلم. قومي يا ام محمد، انت كنت نفسك تجيبي محمد؟ اه. وانت عايزه حمل تاني يعني؟ لا. حلو كده؟ اه حلو كده. الحمد لله. طيب هيبقى ناخده هنا محمد هو الحمد، احمد ربنا على ال4 عرايس اللي عندك، ربنا يخليهم لك يا رب. ودي طبعا كانت امنيه، فيدل على الامنيه او حديث نفسي، فدي امنيه امي يا ام محمد دي، فربنا يكتب لك يا رب العالمين العرسان او الصبيان اللي يريحوا بالك من يمه البنات ان شاء الله، وهم اللي يجيبوا لك الصبيان بامر الله، والله اعلم يا مدام رانيا. شكرا ليكي. ام محمد سلام عليكم يا ام محمد. الحمد لله، ازيك يا استاذه منى؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله، تستاهلي الحمد. معلش انا معايا حلمين، حلم اتكرر معايا 3 مرات. خير ان شاء الله. اول مره حلمت ان انا معايا بيبي وبرضعه ونازل على بقه لبن كتير. وتاني مره نفس النظام، حلمت ان انا برضعه بس في حد جه اخده مني. وتالت مره حلمت ان انا بنزف حامل وبنزف. حامل وبتنزفي؟ اه، بس اللي انا يعني معلش اللي فيها يعني النزيف كده كنا حاطينه تحت النار. تاني كده كنت ايه تحت النار؟ يعني الحفاضات بتاعت النزيف. اتولعنا فيها يعني، حطيناها تحت النار. اه، انت كنت بتتعالجي من حاجه يا ام محمد؟ اه. اه، خلصتي المعالجه بتاعتك؟ لا والله لسه. لسه شغاله فيها؟ اه. طيب هو عندك النزيف والرضاعه، فبيدل على مس داخلك من الهم والفكر. اه، دي اكتر من مره رضاعه، وبعد كده في نزيف والحاجه اللي انت بتولعي فيها دي. اه، فهو بيدل على ان دي لو ما كنتش انت تعالجي نفسك محدش هيعالجك. اه. ليه بقى؟ لان انت حاطه في دماغك ان المعالجه بتاعت فلان او بتاعت فلانه هي اللي هتفيدني من الاخر. لازم انت اللي تكوني من الاول من جواك الاساس، مبدا الاساس بتاعك والقران الكريم. اه، فعليكي بالصلاه بانتظام. اه، بس الحمد لله انا منتظمه في الصلاه. الاذكار، بلاش سرحان، دايما ارقي نفسك بنفسك،
وبطلي تفكري وبلاش تشيل الهم زياده عن اللزوم وسلميها لله، لان اللي دخلك دخلك من كتر الفكر اللي انت فيه، ومن كتر السرحان، ومن كتر الحاجات اللي انت تتمنيها ما بتحصلش معاكي، فدخلك مس عن طريق كده. فكل اللي عايزه اقول لك يا محمد، رجاء ربنا اكتر من كده، والانسان علاجه بنفسه بنفسه، وممكن ان هو يستعين بحد بس يخلي الحد ده يا ريت يكون الاخر، والله اعلم. مها سلام عليك يا مها. السلام عليكم نهى. ازيك يا مها اتفضلي. والله انا عندي حلمين. قولي يا نهى. بصي، هو انا كنت لسه حامل من شهرين كده اهوت وولدت، بس البيبي بتاعي توفى الله يرحمه. ففي بعد الولاده على طول حلمت اني حمايه اداني جزمه لونها بني. بني. بس هو ده الحلم. ده كان اول حملك وكان اول ولادتك؟ اه كان اول ولادتي. طب الحمد لله، قولي الحمد لله. هي الجزمه البني هنا طالما انت خدتيها بعد ما الطفل مات، بعد ما ولدتيه على طول. فبيدل على شبيهه. معايا؟ ماشي اه معاكي. ان شاء الله بامر الله بيدل على شبيهه، فربنا يكرمك بهو نفسه نفسه، لان انت صبرت وحميت ربنا والله اعلم. شكرا لك يا نهى. شيماء سلام عليكم يا شيماء. اهلا وعليكم السلام يا دكتوره. ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله يا رب يخليك. اتفضلي يا شيماء. لو سمحتي يا دكتور عايزه اقول لك على حاجه. طب قولي، بس انا مش سامعاكي يا شيماء. خلاص ماشي، علي صوتي. كويس، قولي يا شيماء. ماشي، بصي يا دكتور، انا كنت حلمت قبل كده ان احنا كنا راكبين بيجو، وكان في يعني ناس معانا، فراح جت واحده طلعت تجري، وزي ما كنا عند فتح خضار، وان في الراجل بتاع الخضار بيدينا حاجات في اكياس. راح ادى المدام اللي كانت معانا، انا عارفاها من بلدنا وكده، وولدها كان عايز خلفه وكده، فكانت راح اخذت ومشيت على طول البيجو ومشيت. رحت انا نسيت، رحت اقول للراجل ايه ده يا عم، يلا ما تخلصني ما تديني. راح قال لي خلاص ماشي، راح ادى الوليه دي الاول، بعد كده راح انا اداني. وبس هي بس راحت مشيت في البيجو الاول، بعد كده قلت طب انا خلاص همشي لوحدي. بس وخلص الحلم. انت متجوزه يا شيماء ولا لسه؟ لا متجوزه يا دكتوره. ربنا يكرمك. طب انت بتوشوشيني ليه يا شيماء؟ لا والله عادي يا دكتوره. بصي يا شيماء، هو انت مستنيه حمل ولا حاجه؟ يا دكتوره. ربنا يديك يا رب العالمين. دي بشاره ليك بقرب الحمل يا شيماء. ان شاء الله يا رب. بس عايزك يا شيماء كده تبقي كده ما تيجي تكلميني بصوت عالي. حاضر ماشي. طيب كده ان شاء الله. دي بشره طيبه يا شيماء بالحمل بامر الله. دي العربيه البيجو، والله اعلم يا شيماء. شكرا ليكي جدا. اختي فاتن سلام عليكم. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه لو سمعت، عندي رؤيتين ممكن اقولهم لحضرتك. طبعا اتفضلي. انا يعني حلمت حلم يعني بس طويل ومختصر، ان انا طول الحلم معايا لبن كتير. لبن؟ لبن. طيب المكان اللي انا موجوده فيه ده عياده وكشف وكده، وجوزي مستعجلني وانا مصممه مش عايزه ماشيه لما اخد معايا اللبن. وخدت اللبن. وخدته. الفطره والنيه السليمه والاسلام الطيب والدين الطيب اللي محتاج حد ينميه وحد ياخد بايدك وما حدش يظلمك. الحمد لله. الحمد لله. طيب الرؤيه الثانيه بقى، حلمت ان انا في مكان فيه قطن كتير قوي، زي ارض او حاجه مزروعه قطن. والقطن ده كتير جدا، وانا بجمع القطن ده بايدي يعني. وفي نفس الوقت فيه زي ما يكون مكان على جنب فيه هدوم او ملابس كتيره قوي، عامله زي الاكوام كده، وانا بطلع من وسط الهدوم ليه فستان صغير عامل زي فستان الاطفال بس صغير قوي، وانا ماسكاه في ايدي ومعجبه بيه ومتعلقه بيه وعاجبني وخدته يعني. خدت الهدوم من القطن؟ خدت الهدوم من القطن، من وسط القطن؟ القطن جمعنا القطن وانا بجمع فيه بايدي، وفي الهدوم على جنب، خدت من الهدوم دي الفستان الصغير ده. هو انت معاكي عيال يا مدام فاتن؟ لا لسه معاكيش. لا والله. ناويه تعملي عمليه الحقن؟ ايوه. هو بصي، هو هنا تجميع القطن وتجميع فلوس مبلغ عشان تعملي بيه عمليه الهدوم اللي انت طلعتيها من الوسط، اللي هي العمليه. ايوه. فدي بشاره ان شاء الله ربنا يكرمك بالحمل في العمليه دي، فتوكل على الله ان شاء الله. طب شكرا. شكرا ليكي جدا يا مدام فاتن، والله اعلم. رشا سلام عليكم يا رشا. رشا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا رشا اتفضلي. انا هقول لحضرتك حلمه بس بعد اذنك قولولي لما اقفل السكه. حاضر، بس علي صوتك يا رشا. حاضر.
طيب انا حلمت ان انا بقطع صوابع ايدي من فوق عند الضوافر، وكنت بقطعها كانها عيش ومفيش دم ولا حاجه وكاني مش حاسه بوجع، ولقيت الضفر الكبير تحتيه دم متجمد، فبقول لاختي معايا بصي هو الضفر ده اللي كان بيوجعني. بس يا امتي متضايقه يعني من الحلم او مش عارفه فيه. انت عامله ايه مع ربنا يا رشا؟ لا الحمد لله بصلي الحمد لله. طب ليه خيرك مش واصل للي حواليكي؟ خيرك الكلمه الطيبه بتاعتك، خيرك الخير بتاعك انت المفروض تطلعيه، مش واصل للي حواليكي ولا انت واخده جنب؟ ابدا والله انا بحب كل الناس الحمد لله. ماشي ما انت بتحبي الناس والناس بتحبك وانا بحبك، ولكن خيرك مش واصل لهم، خيرك الكلمه الطيبه مش واصله. طب اعمل حاولي تتواصلي مع الناس، اصل انت انك تقطعيهم كانك بتقطعي العيش، او انت كنت حاسه انك بتقطعي العيش، فبيدل على انت كويسه وحلوه، لان ده العيش هي المعيشه، فبيدل على خيرك مش واصل للناس او محبتك للناس مش واصله لهم، فحاولي توصليها باي طريقه حلوه. معايا يا رشا؟ والله اعلم يا رشا، شكرا ليكي جدا. نهى السلام عليكم يا نهى. السلام عليكم، انا كنت لسه بكلمك من شويه بس الخط قفصل. معلش يا نهى اتفضلي. انا اللي كلمتك وقلت لك البيبي بتاعي توفى من شهرين. ايوه حبيبتي اللي الجزمه البني. ايوه انا عندي حلم تاني. قولي يا نهى. إيه انا جارتي عندها 17 سنه كده انيسه، مامتها متوفيه. فهي حلمت ان مامتها جت وكانت عند جيراننا اللي جنبينا، فهم بيقولوا لها اتفضلي عندنا. قالت لهم شكرا انا جايه هنا للشقه ديت اللي فيها انا يعني. فجارتي راحت مديها شنطه موز وقالت لها انا عندي موز كتير خديه. فراحت هي واخده منها شنطه الموز وجت دخلت عليا، فانا قاعده انا وجوزي، فهي بتقول لي مالكوا زعلانين ليه يا نوعها كده اهوت. فحكيت لها على اللي حصل ان انا البيبي بتاعي توفى يعني وكده، وانا قاعده زعلانه وعماله اعيط. فقالت لي ما تزعليش يا نوعها وخدي شنطة الموز دي كلها. فقالت لي بس انا هاخد ثلاث موزات عشان هدي بنتي واحدة عشان هي بتحبه، وخدت واحدة ليها وواحدة لحد تاني بس هي مش فاكرة مين. بس بالله عليكي ما تفسريش الا لما اقفل عشان اسمع. حاضر انا مستنية. حاضر يا نهى حاضر. شكرا ليكي يا نهى. انت اكيد سامعني دلوقتي. طبعا الموز اللي هي داخله لك عليه فهو بيدل على الرزق الحاضر، رزق موجود ربنا كاتبه لك خلاص ان شاء الله، هو الحمل الثاني. ان هي تاخد بقى موز من عندك وتديكي موز عشان بنتها بتحب الموز، فبيدل على ان ربنا يكرمها كمان هي بالولد، وانت ربنا يكرمك بالولد، سبحان الله. هي معاها بنت وعايزه المستن اللي لبنتها، هي طبعا نفسها ان ربنا يكرمها برضو بالولد، وانت ده الولد اللي هو الموز اللي هو باقي عندك اللي هي سابته لك عندك وجايه تزورك، وانت بتحكي لها على اللي حصل، حكيانك على اللي حصل بيدل على ان بامر الله ربنا هيراضيكي، لان انت من اهل الصبر في الدنيا. نعم والله اعلم. ام منى السلام عليكم يا ام منى. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك؟ ازيك يا حبيبتي اتفضلي. الحمد لله تمام. اتفضل. بقول لحضرتك انا بنتي حلمت حلم وانا حلمت برضو زيه بالظبط في نفس التوقيت. هي حلمت ان هي ولدت، هي انسه. والدكتور فتح لها بطنها وبعدين ما خيطهاش، قال لها لا سيبيها هي هتلم لوحدها. وانا حلمت بعدها بيوم، بس هي ما كانتش قالت لي الحلم يعني. بعدها بيوم ان هي واحده زميلتها دي متجوزه يعني ولدت وقامت بالسلامه، ومنا في نفس السرير بتاعها بس مش معاها يعني. يعني هي خرجت بالسلامه ومنا مكانها، ونايم جنبها شاب كده بيديها دم. بيديها دم؟ زي وصلت الدم اللي هي في الخرطوم كده بينه وبينها. هي منا مؤهله للجواز؟ في كان في موضوع ما حصلش؟ بصي هو موضوع ان هي تبقى حامل والدكتور بيقول الموضوع هيتلم وكده، فما تخليهاش تزعل وتحزن على اللي فات. لا خليها تقفله خالص وتنساه من حياتها، ده موضوع اللي هو هيتلم، الجرح هيتلم. اما موضوع اللي هي نايمه على السرير وفي شاب بيديها الدم، ففي واحد هيجي هيناسبها، لان اللي كان موجود ده ما كانش هيناسبها. لا فكرا ولا اي حاجه، هو في مكان وهي في مكان. فاللي جاي هيديها الدم ده فهو اللي هيبقى منها، لسبحان الله هما الاثنين فوله واتقسمت بالنص. سبحان الله. ده اللي هو على السر وبيدي لها الدم بتاعها وكده. بقول لحضرتك طب وهي حلمت ان هي ماشيه في زي جنينه كده فيها ريحان، والجنايني بيديها بوكيه كده. بيديها ريحان؟ بيديها بوكيه ريحان من الريحان اللي موجود، وهي كانت مبسوطه جدا في الحلم ان منظر الريحان والريحه وكده. طب حلو، دي السمعة الطيبة اللي سبقاها مع الماضي ومع المستقبل إن شاء الله. والله أعلم يا أم منة، طالما إداها لها وشمتها، والله أعلم.
ام احمد. السلام عليكم يا ام احمد. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا استاذه منى؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله. تستاهلي الحمد، اتفضلي. بقول لحضرتك بس اول رؤيه، حلمت ان انا رايحه لاختي، اختي دي ساكنه في القلعه، فماشيه في حواري كلها حواري ضيقه كده، وفي ستات كتير قوي بس مسيحيين، فبيطردوني وانا يعني عماله اجي وعايزه استخبى. فلقيت محل مفتوح دخلته واستخبيت ورا الباب بتاعه، بس في واحده يعني لحقتني بتضغط على صدري اليمين كده فوق على العظم يعني، وهي بتضغط يعني بتألم، بس انا بقول قل هو الله احد قل هو الله احد. بس كده استقمت وانا تعبانه يعني. انت تعبانه؟ لا ما فيش حاجه الحمد لله. انت كويسه؟ يعني تعبانه من الضغط على صدري. انت صحيتي من النوم تعبانه من الضغط على صدرك يعني؟ بعد شويه خلاص ما فيش. انت قلقانه من حد من اولادك في تصرفاته او في حاجه؟ والله لا لا موجود كتير يعني. الايه؟ القلق موجود اكيد يعني القلق موجود. ما في بتبقى في واحد انت مرتاحه له من تصرفاته وطبيعته، وان ربنا هديه، في واحد تبقى انت خايفه من اللي جاي ليه، او خايفه من تصرفاته ووقع نفسه في غلطات. ايوه صح صح. دي موضوع المسيحيات اللي هم بيجروا وراك، اما الضغطه اللي هي على الصدر ديت، فانت خوفك على حد من اولادك، خايفه عليه، لان عارفه ان هو ما بيعرفش يمشي امور نفسه، وعارفه ان هو بيغرق نفسه، وعارفه ان في ممكن اي حد يدخله في طريق مظلم. فربنا يسترولك يا رب العالمين واطمئني، بس محتاجه منك دعوتك ليه ومش اكتر من كده، وان شاء الله ربنا يحميهم لك يا ام احمد، والله اعلم. اعزائي المشاهدين، فاصل سريع جدا وارجع لكم تاني ان شاء الله. الإنسان أسراره وتوجيه وأنوار، وشيء في دواخلنا له في النفس آثار، فهيا احكوا لنا الأحلام لنشرحها بأحلى كلام، فرؤيا الحق في الإسلام لها فعل وأقدار. سنعود. أمراض النساء والتوليد، أطفال الأنابيب والإخصاب المجهري، علاج الذكورة المتقدمة، الأورام الليفية، وتشخيص أسباب الإجهاد المتكرر، وكذلك ربط دوال الخصية عند الرجال بدون جراحة. الأستاذ الدكتور محمد مقبل، أستاذ النساء والتوليد والذكورة والعقم. حلم عمري يأتيكم يومياً في الأوقات التالية برعاية عدنا. رؤى الإنسان أسراره وتوجيه وأنوار، وشيء في دواخلنا له في النفس آثار، فهيا احكوا لنا الأحلام لنشرحها بأحلى كلام، فرؤيا الحق في الإسلام لها فعل وأقدار. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم بعد الفاصل. هاخد معايا أم محمد. السلام عليكم يا أم محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذة منى؟ ازيك يا حبيبتي، عاملة ايه؟ أنا اللي كلمت حضرتك من شوية. اتفضلي يا أم محمد. الله يرضى عليكي. هو حضرتك الحلم اللي فسرته لي من شوية، هو يعني له علاقة مثلا أن أكون مثلا في مكان عالي وأحس مثلا بتنزل من على السلالم، السلالم متكسرة؟ لا هتقولي بقى تاني معلش. كنت في مكان عالي طالعة السلالم، جيت انزل السلالم حاساها ضيقه مش قادره انزل منها، وخايفه حاسه زي حاجه مكتفاني من ايديا ورجليا مش قادره انزل. ومره تانية برضو حلمت اني واقفه في بلكونه والبلكونه السور بتاعها برضو اتكسر، يعني خايفه مش عارفه مين كان من عيالي معايا بس مش متذكره، خايفه انه يوقع مني. فده ليه علاقه مثلا ما هي البلكونه ان في حاجه تتكسر او السلم ده وفي حاجه تتكسر، فيها بيدل على امرين. يا بيدل على الحياه المهدده دينيا، فيها نسيان ديني، اما الحياه المهدده ما بين الرجل ومراته. دايما في خلافات، مفيش استقرار، مفيش تفاهم. فانت اهلهم بقى في البابين دول، الله اعلم. ولكن كل اللي عايزه اقوله لك ان انت عندك صبر وعندك طولة بال.
وافضلي على كده، ينوبك صواب في حياتك وفي عيالك وفي جوزك وربنا يرضى عنك ان شاء الله. معلش معايا حلم تاني. اتفضلي يا ام محمد. انا بحلم بالجميزه بتتكرر معايا كتير. بايه؟ الجميزه، هي شجره الجميزه. مره حلمت ان انا باكل من الثمار بتاعها، يعني باكل منها جميز حلوه. ومره تانية حلمت ان انا بطلع من جدلها من الجذع بتاعها من تحت في ملفات، بفتح زي باب زي كده لقيت فيه ملفات قديمه من ايام الفراعنه كده، حاجات قديمه قوي. ومره تانية برضو حلمت ان برضو نفس الحوار ان انا عندها كذا مره يتكرر معايا ان انا واقفه عندها او باكل منها. ده انت هتكوني غنيه وحلوه يا ام محمد ان شاء الله. ربنا يطمنك. لان هو الجميز ده مال كتير جدا. فهماني؟ ان شاء الله. وزي ما بيقول ان شاء الله فهمان. فاما الشجره بتاعتها اللي انت بتاكلي وتشوفي حاجات زي الفراعنه وكلام من ده او رسومات وكده، فبيدل على امر لا والله اعلم، فبيدل على مال كثير جدا. ولكن امتى الله اعلم، ولكن بالصبر وبالدعاء ربنا يفرج عليك وعلينا يا رب. شكرا لك يا ام محمد. اما طول الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا اللي كنت اتصلت بحضرتك قبل كده وسالتك على الحلم اللي هو من 25 سنه. اللي هو اللي كنت واقفه مع الانبياء وسيدنا ابراهيم مسك ايدي وقعدنا جلسه التشاهد. اتفضلي تحت امرك. اتفضلي. انا ما سمعتش تفسيره بعد ما اقفل التليفون اسمع من حضرتك. طيب انت كنت الاول وقفتي معاهم؟ لا اسمعيني. طب اسمع حضرتك. وبعدين بنتي، عشان برضه اقفل واسمع من حضرتك من التلفزيون. قولي. بنتي بتحلم بقى لها، يا بنتي عندها 22 سنه، بقى لها 5 سنين بتحلم على طول بالاطفال. هي عندها ومسكين فيها قوي. عندها دلوقتي 25 سنة؟ لا عندها 22. 22. بتحلم بالأطفال على طول، وعلى طول يبقوا ماسكين فيها. على طول الأطفال ماسكين فيها. وحلمت إن هي اشترت بوت أسود بس فردة منه ليها بوز. هي ما عاشتش طفولتها؟ هي إيه؟ ما عاشتش الطفولة بتاعتها كويس؟ لا بالعكس، دي عاشتها جدا يعني. طيب يبقى كده الباب ده خلصنا منه. خلاص حاضر، هقول لك حاضر حاضر. شكرا لك جدا. طبعا هي دايما بتحلم بالاطفال وهي في سن 5 سنين لحد 22 سنه ولابسه الجزمه البوت اللي هي السوداء، فبيدل على الجزمه البوت هنا احنا عارفين طبعا عريس. اما الاطفال اللي دايما بتشوفهم معاها دولت فبيدل على الواحده اللي بتتجوز وبتخلف بامر الله على طول، طالما حلم الاطفال ده معاها من سنين لحد دلوقتي، فبيدل على والله اعلم ربنا يكرمها بالخلفة على طول ان شاء الله. اما موضوع رؤيه الانبياء وسيدنا ابراهيم وكده وان انت تشوف الصحابه وكده، فانا قلت لك ان شاء الله يعني سترزقنا محبه ال بيت رسول الله، ودي رؤيه جميله جدا ورؤيه طيبه عليك ان شاء الله، يعني هتكوني من المخلصين في الدنيا في دينك وايمانك والله اعلم. ام ابراهيم سلام عليكم. ام ابراهيم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا ام ابراهيم. انا عندي 3 احلام لو سمحتي. حاضر يا حبيبتي اتفضلي. حلم انا حلمته انا حلمت اني متمدده على سرير، يمكن نايمه يعني مش فاكره، بس في غرفه نومي. فسمعت صوت، فقمت فتحت باب غرفتي فشفت ابني على كنبه نايم بيشخر، والصوت كان يعني اللي انا سمعته هو كان شخيره. بعد يعني انا بشوفه هو يعني على كنبه قدام غرفتهم، غرفه ولادي يعني، بس الغرفه مش باينه، هو قاعد على كنبه قدام غرفتهم. فدخلت مره ثانيه الغرفه فبشوف يعني نفسي، ما دخلتش يعني، فشفت نفسي كاني اتحول يعني اني انا على سرير وجوزي نايم وفي شباك يعني جنب السرير يعني على طول، وانا يعني ما نزلتش من السرير، انا في فوق السرير كده وقاعده على ركبتي وبتفرج يعني برا على الشباك ده، في ستاير يعني بيضة على الشباك، فانا بتفرج بشوف بره في ايه يعني، ما اعرفش في ايه يعني. فهو قام من نومه وكده شويه يعني كده ورجع نام مره تانية، وانا بشوف يعني بشوف من الشباك ده ما اعرفش بشوف ايه، بس انا بشوف الشباك بس كان يعني ازاز مقفول. وانا بشوف يعني من ورا الازاز ده. بس دي كلها حلم صح؟ ايوه ايوه بس حلم. لكن انت عينك ما بتلمحش حاجه في الحقيقه يعني. ايه ما سمعتش. انت عينك ما بتجيبش حاجه في الحقيقه في الواقع، خيالات او اي حاجه من ديت في بيتك؟ في بيتي خيالات او حاجه عينك بتلمحها؟
مرة واحدة. مرة واحدة اللي شفتيها؟ ايه. طبعا هقولك ده الاول، خليكي معايا ام ابراهيم. موضوع الكنبة والشخير اللي انت بتسمعيه، فالشخير هنا بيدل على المخيلات او حاجة اللي انت عينك بتلمحها بس ما بتجيبهاش، والحمد لله حاجة كويس. اما موضوع الشباك وموضوع الستار وكده، فالستار هو الستر ليك، ربنا سترك. اما الشباك هو الدعاء للمولى عز وجل، دايما دايما تتضرعي وتدعي ربنا، ودايما يبقى في بينك وبين ربنا وصال، ما تقطعوش خالص، عشان ربنا يهديلك بيتك، يهديلك بيتك من الهم اللي فيه شوية، وربنا يفرك عليك يا رب يا ام ابراهيم، والله اعلم. شكرا ليكي جدا يا ام ابراهيم. ام حبيبه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مدمني؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله تمام والله. اتفضلي يا ام حبيبه. انا شفت في المنام ان انا نايمه، انا نايمه عادي في اوضتي عادي، بس انا شفت كاني في اوضه، يعني كاني رايحه الاول راح كوافير، والكوافير دي فعلا انا كنت رحت لها قبل كده. ها. فكاني رايحه لها تاني عشان اصبغ شعر. فالمهم ايه، فانا ماشيه فلقيتها بتقول، فكنت رايحه انا وماما، فلقيتها بتقول لي انت جوزك اتكلم عليا. فانا خايفه يعني، عماله اقول لها لا هو ما اتكلمش عليكي وكده، قام بتقول لي لا هو اتكلم عليا وقال ان انا رحت مصر. فانا ايه قمت سكت، يعني خفت اللي يكون فعلا اتكلم عليا، وبعدين قلت لها ممكن يكون الكلام اتحور. المهم دخلت وكاني غسلت شعري، وتقريبا مش عارفه هي هتعمله لي او ايه. المهم كاني تاني دخلت بقى، انا نايمه يعني، انا كنت في اوضه عادي اللي انا نايمه فيها، بس انا كاني نايمه جنب يعني في اوضه الاطفال. فلقيت كان شيخ، يعني شفتي مثلا لو زي مصباح علاء الدين كده، ان حد من غير رجل، يعني كانه شيخ كده، شعره ابيض ولابس ابيض في ابيض، وداخل لي وماسك عصايه كده وبيقول لي قومي انت هتفضلي نايمه، وزي ما يكون بيقول لي يعني زي ما يكون في حاجه بتحصل من ورايا او كده، ان انا اقوم افوق لها. فقمت ادور عليه ما لقيتهوش، يعني كاني في المنام قمت ادور عليه ما لقيتهوش. وبحكي لماما، فما يعني ما صدقتنيش كده. فالمهم كانه جالي تاني برضو، فكاني بقى ان انا قمت بقى في الحقيقه وانا في اوضتي، عشان كانه يكون حاجه لغزتني او حاجه كده، فقمت بقى يعني قمت مفزوعه من النوم في الوقت ده. هو انت ظنه في جوزك حاجه مش كويسه؟ لا لا، ما تشك في اي حاجه؟ لا لا خالص. طيب هو موضوع الست ان هي تتكلم وتقول موضوع مصر وكده، وانت رايحه الكوافير، فالكوافير هنا ان انت رايحه تعملي فيه حاجه او تسرحي شعرك او اي حاجه، فبيدل على تيسير احوالك وامورك ان شاء الله. أيوة. وامورك بتحاول تتصالح وتبقى كويسه، وانت بتستري نفسك وبتستري جوزك قدام اهلك. ده موضوع المكياج، انت فاهماني؟ اما موضوع اللي هي بتتكلم وكلام من ده، واللي هو بيقول لك فوقي قومي انت هتفضلي نايمه، فبيدل على الغفله، الغفله على ايه الله اعلم، او انت ما انتش عارفه حاجه. فلو انت في وسواس جالك من نيامه الزوج في اي حاجه او كلام من ده، حاولي تكوني صديقه زوجك قبل ما تكوني مراته، تكوني صديقته، او تكوني تكوني اي شيء يعني بعيد عن الحياه الزوجيه شويه، عشان تعرفي يحكي لك على اسراره او يحكي لك على اي حاجه هو ما يكونش حابب ان هو يحكيها لك. بس طالما الامور ما تخصش الستات خلاص، يبقى الامور كويسه ان شاء الله. بس عايزاكي تبقي تكوني صديقته اكتر من زوجته، والله اعلم. ام عبد العزيز السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي. انا شفت رؤيتين. الرؤية الاولى انا شفت ان انا شايفه خيل اسود، حلو في هيئته، عجبني وحسيت ان الخيل هذا ليا. اول ما قربت منه يعني ذكر انتصب، واحس انه كانه يعني يبغى يجامعني، يعني إيه؟ كانه كده في ان هو ايه، بس انه الخيل مبلول بمويه، يعني كاني انا مغسلته او مروشته، واشوف امي واقفه جنبي قاعده تمشط شعرها هو يعني بيزيد سواد وبيطول كانها صبغته، وطويل كده بتمشط في شعرها. هذه الرؤيه الاولى. الرؤيه الثانيه، طب اقول لك الاولى الاول يا ام عبد العزيز. انا شفت انه داخل البيت زي الفيلم كده، شفت واحده شجره ضميتها كده من صدرها، كان شعرها مقصوص، فبقول لها ليه انت خايفه مني، يعني لا تخافي مني، انا حقر عليك، انت لا تخافي مني. وجريت عليها وخرجت ورحت برضو، يعني خرجت من بيتها وانا خايفه، وخرجت ورحت لبيت ثاني كانه برضو تقريبا نفس الفيلا، بس كانت في واحده شعرها اسود طويل وحاطه غره على شعرها، وامها جالسه جنبها فبتقول لها لا تخافي، هي بس حتقرا عليكي لا تخافي. وبالفعل جلستها وقريت عليها وخرجت، وبرضو أنا خارجة وكأني شايلة شنطة أو شايلة شيء، خرجت برضو ودخلت فيلا تانية، أنا كأني خارجة خايفة من ناس يعني، أو خايفة من أحد بيجري ورايا، بس أنا ماني شايفة أحد قدامي. في البيت الثالث ده شفت عبد أسود
قاعد نص عريان وقعدت أقرأ عليه بس ما قدرت أنفخ، يعني ما قدرت أنفخ عليه، بس حسيت إنه خوفني يعني لجمني، ما قدرت أتكلم. ويعني حيرني كثير يعني ده الحلم، هو قبل فترة صار بس الحلم هذا حق الخيل يمكن الأسبوع اللي فات، فماني عارفة يعني. بس مع العلم إن أنا قاعدة بعاني من مشاكل كثير يعني. ما أنا أحكي لك اللي أنت فيه. حاضر حاضر. طب اسمعيني يا أم عبد العزيز. حاضر شكرا ليكي. أم عبد العزيز عندنا الحلم الثاني، الأولاني يشبه الثاني يشبه الثالث في حاجة واحدة. أنت عندك مسي، مسي من النوع اللي هو الجن الطيار. الجن الطيار ده لما بيجي إن هو يأذي جسم الإنسان أو بيجي إن هو يلطش في الإنسان شمال أو يمين وكده اسمه الجن الطيارات. دي حالة من المس مش عشق، لأ. ده بيفضل إن هو يضرب فيك ويخبط فيك في الراحة والجاية قبل الأربعين يوم بيسيبك، قبل الأربعين يوم بيسيبك، بينتهي من عندك وبيسيبك الجن ده. بس بيسبب لك ايه بقى؟ تعب جسماني، بيسببك دايما ضائقة نفسية، دايما عندك ممكن يخليك تشك في اللي حواليك، دايما عاملك حالة اكتئاب، دايما كده ورايح والجاي. ده تخصص هو كده الجن الطيار، هو ده نوع من انواع المس. هو طبعا ده موجود عندك في الاحلام الثلاثة اللي انت حكيتهم لي، وفي الاخر العبد اللي هو الاسود اللي نصه باين ده. قبل ما الأربعين يوم بتوعه بيعدوا بيسيبك لفترة معينة وبيرجع لك تاني، والله اعلم يمكن بياخد العهد تاني ان هو يرجع لك وكده، او بيعمل بيدخل محاكمه وبيرجع لك تاني، لان ما بيبقاش دخلك في المرحله اللي هو بيبقى عايزها. فكل اللي انا عايزاه منك في الحلم ده بغض النظر هو ايه نوع الجن، عايزاك رقيه شرعيه ضروري تعمليها، عايزه حجامه ضروري تعمليها، عايزه ما تدخليش نفسك وتسمعي حاجات اي حاجه تخص الجن خالص، لان انت من العرضه اللي ما بتسمعي بيقولك فبيمسكوا بسرعه، انت جسمك متفتح فبيقولك بسرعه. والله اعلم، خلي بالك من نفسك يا ام عبد العزيز، رقيه شرعيه حجامه مطلوبه ضروري والله اعلم. دعاء، السلام عليكم يا دعاء. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مدام منى؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ كويسه الحمد لله. اتفضلي يا دعاء. انا عندي ثلاث احلام ممكن اقولهم؟ قولي طبعا يا دعاء. حلمت يعني خير الله ما قالوا يا رب، ان انا كنت واقفه في البلكونه بتاعت والدي، واخر سور البلكونه كان مفتوح فبدلت عليه ونزلت، نزلت منه تحت البيت تحت الارض. لقيت تحت البيت معمول، تحت الدور الارضي لقيت معمول زي خرسانه، فبقيت ماشيه تحت البيت مستغربه ايه الخرسانه ديت. فبعدين لقيت سلم في الجنب، طلعت عليه لقيت نفسي طالعه على جامع، لقيت في الجامع ده موجود بنتين وحماتي قاعده جنبهم برضو بتتفرج على التلفزيون على فيلم ابيض واسود. والجامع ده دورين، دور للرجاله ودور للحريم. دور الحريم ده شقتي اللي هو شقتي وجوزي نايم فيه. فبعدين لقيت البنات بيقولوا لي تعالي خشي، فانا مستحرمه ان انا اخش الجامع عشان كنت لابسه جيبه تحت الركبه، فقالوا لي لا تعالي ما يهمكيش خشي، وقاموا واخدين ايدي ودخل وقمت داخله. وانا داخله حماتي قامت طالعه من البيت من الباب التاني. فبعدين لما دخلت قمت قاعده في ارضيه الجامع، فوجدت لقيت فرق من الرجاله مجموعه مجاميع، كل مجموعه بتعمل رقصه بلدها. فانا قاعده بتفرج، فعجبتني الرقصه اللي في النص، كانوا رجاله شكلهم اسود زي بتوع اسوان كده او الاقصر، فعجبتني الرقصه فسقفت. وانا بسقف لقيت جوزي نازل من شقتي اللي هي الدور الثاني بتاع الحريم اللي هو في الجامع، وبيقول لي انت بتسقفي، فانا انزعجت لما شفته وقلت ايه بس كده. قلت ايه؟ ماشي. قولي لي يا دعاء انت معاكي اولاد؟ صوتك لاني مش سامعه حضرتك خالص. انا سامعاكي، انت معاكي اولاد؟ لا حضرتك ما معيش اولاد. ربنا يطعمك يا رب العالمين ان شاء الله. جوزك بيشتغل ايه يا دعاء؟ في المطار. في المطار. ما بيمشيش مع الجماعه اللي هم بتوع الاثار وكده يا دعاء؟ ما ايه؟ ما بيمشيش مع الجماعه بتوع الاثار؟ بيمشي له في الاثار. طيب اسمعيني حاضر يا دعاء. حاضر شكرا لك يا دعاء. طبعا طبعا والله اعلم الحلم كله هو يخص جوانب من الاثنين. اول حاجه انت حساسه جدا، تاني حاجه نفسك ان ربنا يكرمك بخرفه الاولاد، تالت حاجه زوجك ربنا يكرمه مال يعني. هو طالما انت نزلتي وفي سلالم وفي خرسانات وكده، فوالله اعلم هيكون كوسيط وربنا يكرمه مال في الاثار، لكن امتى الله اعلم. ولكن دي بشاره طيبه ان ربنا يكرمه بمال كتير جدا يا دعاء، ما تنسوش حق الفقراء منه والله اعلم، وربنا يكرمك بالاولاد. ام ليلى، سلام عليكم يا ام ليلى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا من امبارح والله بتصل بيكي ومش عارفه اوصل لك، والحمد لله انا متصلك النهارده. الحمد لله، ده احنا نيجي لحد عندك يا ام ليلى. الله يخليك الله يخليك. اتفضلي يا حبيبتي. هستاذنك بس انا حلمت حلمين اقولهم لك بس. حاضر اتفضلي. هو انا حلمت من يومين ان انا خالي بيوصلني لجوزي.
خالك بيوصلك لجوزك؟ اه خالي بيوصلني لجوزي. وبعدين لما انا رحت لجوزي لقيت في الغرفه بتاعته سريرين ودلابين. فهو مسافر كان واخد عبايه معاه كحلي. فانا عارفه ان في زميله معاه في شقته، يعني هما الاثنين مشتركين في الشقه يعني. فانا ايه ببص لهدوم زميله لقيتها مرتبه ومنظمه والجلابيه مكويه كويسه، وانا لقيت بتاعه جوزي مرميه على السرير كده. فشويه ولقيتني انا وجوزي خارجين، واحنا خارجين رايحين قابلنا في بره سيلفي بمراته بابنه. ماشي. فلقيت سيلفي خد ابنه على كتفه اليمين من فوق وشنطة سفر على كتفه الشمال. وشوية وإحنا سبناهم ومشيت أنا وجوزي. والمكان اللي أنا مشيت فيه أنا وجوزي هنا في مصر، غير مكان موصلني خالي لشقته يعني. ده الحلم الأولين. أنت عاملة إيه معايا أم ليلى؟ لا أنا الحمد لله مع جوزي، الحمد لله. الحمد لله. أنت كويسة معاه؟ اه الحمد لله. طيب خليه يبعد على أصدقاء السوء. اصدقاء السوق اللي ممكن يكون هو ماشي معتدل في حياته وكويس وكل حاجه، يسمع بقى انه فلان اتجوز تاني، ده فلان مش عارفه ايه، ده فلان مش عارفه ايه، وحياته حلوه وكده، فاهمه؟ فخليه يبعد عن اصدقاء السوق بس بالراحه، طالما انتوا الاثنين حياتكم حلوه الحمد لله. بالراحه واحده واحده كده يعني، قولي له لو انت حاسه ان هو بيحكي لك على فلان وفلان انت مش مرتاحه له، ابعديه عنه بالراحه. لا هو مش بيحكي لي على حاجه زي كده. ما بيحكيش. هو واضح ان في حد مش كويس، انسان كده ايه يعني، والله اعلم ممكن يكون بيحب يتكلم في سيره الستات ولا حاجه. لان موضوع ان انت تسافري وفي اوضه صاحبه ان هي مترتبه، هو هدومه مرميه على السرير وكده، فانت جوزك طيب. وجوزك من النوعيه اللي هي ممكن ما بتعرفش تدارف اكتر الكلام، بس بيجي عندك انت طبعا بيبقى عامل حدود لكل حاجه، فانا عايزاك بس تبقي بالراحه واحده واحده علشان تنصحيه، لان انت اكتر واحده ممكن تنصحيه وتخليه ياخد باله من اصدقائه. والله اعلم يا ام ليلى. شكرا لكي جدا، ربنا يصلح لك حاله يا رب. ايمان سلام عليكم يا ايمان. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه استاذه منى. ايوه حبيبتي اتفضلي. بقول لحضرتك، هي والدتي حلمت حلم ان هي كانت قاعده في مكان كده وسلفتها موجوده معاها. فقامت قالت لها بتاع دوت عجبتها يعني عبايه رجالي كده مطرزه. قالت لها انا عايزه العبايه دي، قالت لها لا دي اخر عبايه عندي ودي ب 400 غاليه. فوالدتي دي زعلت، فقالت لها خلاص انت زعلتي خديها، لا خديها وما تزعليش. قامت في نفس المكان برضو، وقامت جايه لقت عمتي الاثنين كانوا قاعدين، ولا العدو دخل عليهم في مكان كده الناس بتنزل منه وقعدوا ينزلوا، وقامت هي نزلت وسابت الذهب وكل حاجه ونزلت. فقامت عمتي قالت لها عطتها كوبايه كده فيها ميه ما تعرفش هي في ايه، عطتها قالت لها اشربي، فشربت وما تعرفش الحاجه دي ايه. ولقيت عمتك الاكبر منها معديه وقالت لها هي هم الناس مشوا، قالت لها اه مشوا، قامت جايه ودتي بست راسها. بس هو في مشاكل بينكم من بعض ولا حاجه يا ايمان؟ في مشاكل ما بين عمتي واسرتنا يعني. ما بين والدتك؟ لا ما بين والدتي وزوجها اللي هو والدي يعني، وما بين عمتي. هي والدتك شاكه ان تكون عمتك عامله لكم حاجه؟ لا لا لا، عمتي كويسه جدا يعني ملتزمه بتاعت ربنا. طب كويس. هو موضوع العبايه وموضوع الميه اللي شربتها والعدو اللي داخل وكده، فمعناتها ان هي مشاكل معروفه، ولكن في وقع في الموضوع حسد او نوع من انواع الجن. هي شرب الميه اللي اتلبس تشربها وخلاص من غير ما تعرف هي ايه الميه اللي بتشربها. لا هي مش ميه، هي عطتها حاجه تشربها كده بس ما تعرفش ايه اللي فيها، وهي قالت لها ايه ده، فقالت لها مش هم اشربي. قالت لها اشربي. فهو بيدل هنا على في وقيعه، او في حد شايل من حد، في جن داخل في الموضوع، ما خلي العمليه توسع وتبقى بعيده عن بعضها خالص. ايوه من زمان، مشاكل بقى لها سنين. اما موضوع العبايه وكده، هو انتوا كام بنت في البيت لسه ما اتجوزتش يا ايمان؟ بس اخيره. انت الاخيره؟ مخطوبه هي، بنت اخيره. كلهم متجوزين، ما فيش الا بنت وولدي. مش انت واحده منهم ولا انت متجوزه؟ انا متجوزه ومعايا عيلين. اما العبايه مترزه فبيدل على جواز اخر بنت ان شاء الله. المشاكل يعني هتتحل؟ لا العبايه المطرزه، العبايه. ايوه عبايه رجالي هي مطرزه. العبايه المطرزه بيدل على اخر بنت هتتجوز في بيت ان شاء الله، والدتها تفرح بيها وتشيل اولادها بامر الله. والله اعلم يا ايمان. ام عمر السلام عليكم يا ام عمر. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا معايا ثلاث رؤى، لو سمحتي معلش استحمليني فيهم بس. حاضر اتفضلي يا حبيبتي. حاضر. اول رؤيه
اختي مقيمه في الخارج، فحلمت ان جدي المتوفي هو عم والدتي اسمه عبد المنعم، كان بيزورها في البيت واداها 100 جنيه، وهي بقت تقول ايه انا هفرق ال 100 جنيه بين ولاد بنات الاربعه، وقلت لها بيت مكسوفه انا لا عملت ولا حاجه، دي الرؤيه بتاعتها 100 جنيه. يعني انت اللي خدت ال 100؟ لا هي اللي خدتها من جدي المتوفي. هي اللي امال وزعتها على مين؟ لا هي كانت بتقول هوزعها بين بناتها الاربعه. بناتها الاربعه؟ هو في ورث ولا حاجه انتوا خدتوه من زمان؟ لا 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 مفيش ورث؟ لا لا هو هنا ال 100 جنيه فبيدل على عطية طيبة من الميت، يعني بيدل على إما حاجة هو سايبها أو بيبشرها بعطية طيبة لأولادها، وال 100 هنا فبيدل على الولد أو بيدل على الأزواج الرجالة. هي معاها أربع بنات. معاها أربع بنات؟ أيوه. طيب متجوزين؟ لا لا لسه أطفال. طيب إن شاء الله بأمر الله تفرح بيهم، لأن هنا عطية من ربنا، هي عطية الميت الجد، يا مال يا ورث، يا إما بيبشرها إن شاء الله بالأزواج أو بالصبيان أو بالشباب ليها. يا رب. أو بالخلفة الولد والله أعلم. حضرتك في الاحداث اللي فاتت انا كنت دعيت ربنا اشوف مين اللي على الحق ولا كده، ففي شخصيه شهيره حلمت ان هي واقفه في شادر الفاكهه وكانه صاحب الشادر بتاع الفاكهه، والشادر ده مليان موز بلدي والتفاح بلدي كان محطوط على الارض كتير، تفاح اخضر بلدي مش اخضر يعني تفاح بلدي بتاعنا ده، وعنب احمر وبنت كان برضه محطوط في الشادر، وكان في حوالي اربع بطيخات على الجنب، فانا جيت عشان يعني عجبني البطيق هحط ايديا عليه، فالعامل في الشادر قال لي لا مش حلو مش هيعجبك. اللي هو البطيخ؟ قال لك لا العامل؟ العامل قال لي لا بلاش البطيخ مش حلو. الشادر كان مليان تفاح بلدي وموز بلدي وعنب احمر بذر، وانا كنت دعيت ربنا ان انا يعني هل الشخصيه دي كانت على الحق كده على الحق؟ وانت حاطط ايديك على البطيخ؟ انا كنت جيت عشان يعني اخد حاجه من البطيخ، فالعامل قال لي لا بلاش، وانا شلت ايدي ما خدتش حاجه. هو الموضوع كده يبقى على باطل، بس كشخصيه طالما العامل قال لك لا، بس كانت شخصيه كويسه، ولكن كلمه العامل فالعامل فبيدل على اشخاص تانيين غير الشخص ده بعينه يعني. لا هو حضرتك الشخصيه المشهوره ديت هي كان صاحبة شادر الفاكهه، وهو كان واقف وسط الشادر ذات نفسه. والعامل مين؟ العامل مش العامل ده انسان بيشتغل؟ العامل دي حاجه تانية يعني. خلينا بقى مع العامل. ايوه. وانت راح تحطي ايديك على البطيخ. البطيخ اللي هو الاعتقاد بتاعك ان ده الصح. بتوصل لك يعني؟ انا بوصل لك. بس يعني الشخصيه دي على بطل؟ لا الشخصيه كون الشخصيه لوحدها فردا لوحدها كويسه. العامل اللي هم يعني اللي بيقفوا جنب الواحد وكده على باطل والله اعلم، من غير ما اعرف هما مين ولا كده، هو على العامل وعلى البطيخه والله اعلم. شكرا لك يا ام عمر. ام احمد السلام عليكم يا ام احمد. وعليكم السلام ورحمه الله. والله سمعت استاذه منى بس ما سمعتش بقيه التفسير. طب قولي لي انه يا ام احمد اللي هو انا كنت ماشيه وفي حواري وناس كتير من المسيحيات بيجروا ورايا، ويعني واحده جت داست على صدري كده اليمين. المسيحيين؟ وانا بقول لها كل والله احد كل والله احد. ما هو ده ولادك تعبك من يمة حد من اولادك، فانا عايزاك تدعي ان ربنا يهديه، لان ربما اني ماشي في تيار ما يعجبكيش. فالتدكية على الصدر هنا فخوفك عليه. فانت دايما نفسيتك تعبانه. فعلا. والله اعلم، فانا المطلوب منك انك تدعي له بالهدى ان ربنا يهديه، هو في امس الحاجه لدعوتك انت دلوقتي. ولا هو تعبان الاخر ولا ايه؟ اللي هو العين عليه مين هو الله اعلم، اللي انت حاطاه في دماغك. والله اعلم يا ام احمد، ربنا يهديهم لك يا رب العالمين. ايه السلام عليكم يا ايه. وعليكم السلام. اتفضلي يا ايه. ايوه استاذه منى انا كلمتك من شويه. قولي يا حبيبتي. ايه انا في عندي حلم عايزه استفسر عنه. قولي يا ايه. ايه انا بحلم يعني الحلم ده اتكرر معايا كذا مره، بحلم ان في عربيه في شخص بيديها لي، العربيه دي بيديها لي بالمفتاح بتاعها. هي عربيه بيكون نوعها حلو يعني، بيقول يعني بيديها لي انا اوصلها له مكان، وانا لما بركبها بكون مبسوطه جدا مع ان انا ما بعرفش اسوق في الحقيقه. ولما بركبها بكون ماشيه في شارع وما بعرفش ارجع العربيه، بمشي تايهه لدرجه ما بعرفش اوقف العربيه وانا في الطريق. بتكون ماشيه بيا وانا ما بعرفش اوقفها. ويعني كذا شخص اشخاص مختلفه انا عارفاها. طب حلوه، انت كده صاحبه القرار. صاحبه القرار. صاحبه القرار وعاقله جدا في القرار انت بتطلعيه. ده المفتاح والعربيه، وان انت بتسوق العربيه.
بس طبعا مش كل حاجه تبان ليكي صاحبه القرار، يعني عايزه لو انت اتخطبتي او انت متجوزه يكون القرار اكتر لزوجك طبعا ان شاء الله. لا يعني لا مش متجوزه. متجوزه؟ لا لا انسه لسه. لسه انسه، خلاص عودي نفسك بقى اول ما ان شاء الله تبقي على اسم واحد راجل وكده واسمه شخصيه متقدمه لك، دايما تخلي له هو يكون ليه قرار في حياتك. والله اعلم يا ايه. ام مين؟ ام حبيبه. السلام عليكم يا ام حبيبه. مساء الخير. انا اللي كنت لسه بكلمك. ايوه حبيبتي اتفضلي. بالله عليكي ما تخليهم يقفلوا عليا. لا مش هيقفلوا ان شاء الله حبيبتي. حاضر. انا اللي كنت لسه بقول لك الشيخ اللي هو جالي، اللي هو اللي هو لابس ابيض في ابيض وانا كنت رايحه الكوافير. طب كمليه تاني بالراحه. يعني فسرت لك ولا لسه؟ ام حبيبه مش عارفه هو فصل من عندها ولا من عندكم؟ من عندك. فصل من عندك يا ام حبيبه، فمعلش حاولي ان انت تتواصلي تاني. وطبعا ده كان اخر اتصال النهارده، بعتذر لك جدا يا ام حبيبه، علشان ان شاء الله بعد الفصل هنبدا ان احنا ناخد الرسائل. بعتذر لك يا ام حبيبه. الخط الساخن 17 56 وتضغط رقم 2 مش رقم 1، رقم 2. ويا ريت تتواصلي معايا يا ام حبيبه لو انت حابه انك تكملي احلامك على الخط الساخن ان شاء الله. شكرا لك يا ام حبيبه. هناخد فصل عشان بعد كده ان شاء الله ناخد الرسائل. رؤى الإنسان أسرار وتوجيه وأنوار، وشيء في دواخلنا له في النفس آثار، فهيا احكوا لنا الأحلام لنشرحها بأحلام كلام. فرؤيا الحق في الإسلام لا فعل واقدار. سنعود. أمراض النساء والتوليد، أطفال الأنابيب والإخصاب المجهري، علاج الذكورة المتقدمة، الأورام الليفية، وتشخيص أسباب الإجهاد المتكرر، وكذلك ربط دوال الخص عند الرجال بدون جراحة. الأستاذ الدكتور محمد مقبل، أستاذ النساء والتوليد والذكورة والعقم. حلم عمري يأتيكم يوميا في الأوقات التالية برعاية رؤى الإنسان أسرار وتوجيه وأنوار، وشيء في دواخلنا له في النفس آثار، فهيا احكوا لنا الأحلام لنشرحها بأحلى كلام. فرؤيا الحق في الإسلام لا فعل واقدار. أعزائي المشاهدين أهلا بكم بعد الفاصل. حابه بس قبل ما اخد الرسائل، لاني طبعا دي امانه فلازم ان انا اوصل للامانه طبعا في الخط الساخن ومن غير ما اذكر الاسم طبعا. يا ريت اي واحد اي اب عايز يتقدم لبنته، سيبكم بقى من حته الفلوس، وسيبكم بقى من حته الشبكه، وسيبكم من حته ان احنا بنعمل لها كرامه والكلام ده كله. ده الزمن مش زمن فلوس، الزمن اللي يشتري حد يشتري كراجل، مش يشتري كفلوس ويشتري ان هو يدفع كام ومهر كام ويجيب شبكه كام. يبقى انت مش بتشتري، يبقى انت بتشتري حاجه انت خايف منه. اسكت انت هتامن؟ لا هتامن على حياه بنتك ليه هو. يبقى انت هتدور على فلوس، عايز تمضيه على فلوس، او عايز مثلا 50,000 ولا 100,000 يكتبهم لك على وصولات امانه، امال انت واخده ليه؟ امال انت هتامنه على حياه بنتك ازاي؟ فما ينفعش اللي حابب ان يجوز بنته يشتري الراجل اولا، وبعد كده طالما انت اشتريت الراجل فربنا بيكرمه وبيبدا بعد كده يعوضها على اللي هو ما جابهوش. طبعا ده اللي حابب ان هم بيشتروا حد، اما اللي ما بيشتروش حد فناس كده بتتلكك وكل همها الدنيا والفلوس والمال. فبلاش الفلوس والمال، وبلاش توقفوا حل ولادكم بايديكم، والله اعلم وربنا يصلح لكم حالكم يا رب. هبدا ان انا اخد الرسائل كالعاده، الايد الشمال الرسائل بتاعه امبارح والايد اليمين بتاعه النهارده، هبدا بامر اللي انا اقولهم. في رساله بتقول: متزوج، رايت في يدي برتقاله ثم انقسمت نصفين، ثم رايت بنت جميله تنظر الي. هي نصيبك من الصحه والمال المؤقت، يعني مال مؤقت، اما الصحه الدائمه من امر الله، اما هي البنت هي اقبال خير الامور ليك والله اعلم. استاذه منى، حلمت ان ابن اختي الصغير
جه يعري وشي وانا نايمه على السرير، هم همك انت زيليه بايدك وكله بالصبر، همك والمشكله اللي انت فيها انت هتزيليها بايدك وكله بالصبر. ده الطفل الصغير اللي هو ابن اختك والله اعلم. ابني عنده 14 سنه، حلم بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام على سطح بيتنا، على سطح بيت جده، وحضنه وسأله ابني أنا كويس؟ قال له أنت جميل. وكان النبي شايل ولدين، واحد اسمه خالد والتاني اسمه سعيد. بشرى بالسعد مدام حي إن شاء الله، مدام هو حي يرزق، ده بشرى بالسعد ليه في الدنيا. أما الحضن هو الولد الصالح اللي ربنا كتبه لك، فربنا يصلح لك حاله يا رب العالمين. لو سمحتي، انا حلمت مرتين اني انا بتجوز ابويا وانا عندي 14 سنة. طب انا مش عارفة انت بتتجوزين يعني بيدخل يعشرك والدك ولا مش بيعشرك، عشان هنا تختلف الرؤية. طبعا جواز عادي كده فبيدل بامر الله على كل امور انت بتتمنيها في الدنيا فيها علو ليك وربنا يكرمك لو انت بتتجوزيه فرح من غير دخلة وكده. اما لو في دخلة وفي معاشرة فطبعا ده جان، فعايزة اعرف انه فيه عشان نبدأ ان احنا نتكلم في الموضوع. في رسالة بتقول أنا شاب 20 سنة، حرمت إن واحد صاحبي أعطاني برشامة مخدر وكانت مكسورة 3 قطع وكنت خايف أشربها، وحلمت إني كنت، حلم تاني إن أنا كنت مع أصحابي وشربنا حشيش أنا شربت. طب هناخد حاجة حاجة. أول حاجة البرشامة، في حد يدخلك في 3 أمور، الثلاث أمور كلهم مش أمنين يعني مش مستحبين إن أنت تدخل فيهم، دولت البرشامة اللي مكسورة 3 حتت. وخلي بالك من الشبهات لانه احتمال والله انا حد يدخلك في موضوع فيه شبهات، الشبهات دي هتخلي فيه عين تيجي عليك، اللي عندي هي دلوقتي غفله عليك، فخلي بالك من الموضوع ده كويس. ده اللي انت خدت البرشامه المخدره وانت خفت انك تشربها، يعني خفت انك تدخل في موضوع وتتكلم في حاجه مش بتاعتك، ممكن سياسه ممكن اي حاجه. وحلمت اني كنت مع اصحابي وشربنا حشيش انا شربت، يعني انت شربت الحشيش يبقى انت اتكلمت في حاجه، الحاجه ديت يعني ربنا يستر من اللي جاي، عايزاك تهدى شويه ما تتكلمش في اي امور، ما تتدخلش في اي حاجه تكون فيها شبهات. هاخد رساله تانية بتقول استاذه منى، رايت انني اضع قرون فلفل موضع الفوطه في ملابسي الداخليه عشق من الجان، ولكن في بدايته الامر لسه بسيط خالص. طالما الامر لسه بسيط وجات لنا القرون الفلفل مكان الفوطه، اصبح ان انا صلاتي تكون منتظمه، اذكاري تكون منتظمه، قراءه القران تكون منتظمه، قول لا اله الا الله طول النهار تكون في لساني والله اعلم. حلمت اني بدور لبنتي على صندل في احذيه كتيره فلقيت واحد طالع مقطوع بيدل على عريس ليس به توافق عقلي بينه وبين بنتك والله اعلم. انسه رحاب، أنسة رحاب، حلمت إني كد كتابي على خطيبي وكتب الكتاب تم بالكامل بس كان فستاني حلو قوي، وبعدين خرجنا من القاعة وأنا مشيت مع أهلي ولقيت خطيبي واقف مع واحد معاه كاميرا وميكروفون وكان بيعمل معاه لقاء، وفي الحقيقة خطيبي إعلامي. طبعا هو خطيبك اللي هو الإعلامي أنا أفتكر جيدا الرؤية جت قبل كده على شغله، بيدل على والله أعلم فرصة عمل في قناة أرقى من القناة اللي هو فيها وكاتب عقد جديد، يعني إن شاء الله ربنا يكرمه في قناة تانية وربما إن يكون اتشهر الفترة دي والله أعلم. حلم بحماتي 65 سنة وهي سمرة جدا، 65 سنة وهي سمرة جدا في الحقيقة، انها ترتدي بادي قط واسترتش وقصة شعرها ولونه اصفر وهي بيضاء، ونزلتني لابنها وهو رفض وتركتها ومصعدت وهي تقول له سوف يمضوك على شروط في مشاكل شديدة وحلم اخر. طيب هنا بيدل على المشكلة من عند الام، ام مقوية ومش بتدخل في الخير ومش بتصلح حاله للاحسن ودايما هي اللي مقوية ومعصية عليكي، طالما هنا هي بالمواصفات اللي انت اتكلمت عنها دي. وحلم اخر ان زوجي يجلس على السرير وبينزل من ذكره اشياء سودة ويقول لي انتظري لما انظفهم وماما حلم. طيب بيدل على ان هو دلوقتي لو في مشاكل بينك وبينه عايزاك تهدي انت الجو من يمتك خالص وما تبدريش باي مشكله ولا باي غلط وتسكتي خالص، ما تتكلميش في رجوع ولا في اي حاجه ولا تتكلمي في اي امر لو انت معاه في البيت، سيبيه لما يهدى خالص، لان واضح ان هنا يعني في حابب ان هو يقطع اسمه باسمك، هو اللي هدو الذكر اللي هو بينزل حاجات سمره منه دي والله اعلم. ومنظر وماما حلمت بيه بابي بمنظرين، منظر يقف على باب غرفه ومنظر يجلس على الارض وبينزل مني ابيض وبينزل مني ابيض كتير جدا ويبكي وبرشها بيه وهي تجلس على السرير وتهدي وتهدي فيه وتهدي فيه وهو بالمنظر التاني وتقول لا تبكي. هو نزول المني فهو مال ابيض كتير فهو مال، فبيدل على الستر اللي هو مسطركم فيه وبيدل على الخير اللي انتم موجودين فيه، ده المنظريين. اما باب الغرفه فهو بيدل على الست وتعب الست، اما هي تبكي فهي خايفه على حال اولادها، ده البكا. فالله اعلم هل في مشاكل بينك وبين جوزك والمشاكل وصلت لحد فين، ولكن ربنا ساتركم الحمد لله من عنده والله اعلم.
ماما حلمت ان الصالة عندنا طويلة وفيها اشولة فوق بعض لغاية السقف، امور تخص النفسية فيها ارق، فعايزين نهدي النفسية. لما يريد السماء العليم ان يغير احوالنا واحنا نغيرها الاول بالصبر، لو احنا صبرنا كل حاجة هتتغير ان شاء الله. رأيت مع اختي راديو واتنين كاسيت وهتصلحهم، وقلت لما اعطيني واحد منهم رفضت. الحنين الى الماضي او بيدل على واحده اللي لها احلام كتيره جدا جدا وربنا هينولها لها ان شاء الله، والله اعلم. دي بتاعه الراديو. انا مطلقه وحلمت رجعت شقتي وبشوف ملابسي، ملابس بنتي اللي انا ما اخذتهمش معايا في الدولاب، والفستان الاصفر والابيض بكم طليقي. اجيبيني يا استاذه منى في رجوع بينا ان شاء الله، ولكن لسه في تفكير من الزوج لانه مهموم، فما تستعجليش برضه، لان عندنا اللون الاصفر في الدولاب فبيدل على الزوج المهموم، ولكن بامر الله في فرصه للرجوع والله اعلم. معي امراه عمي حلمت لي انه بفتح فيه كميه شريطان كاسيت انا وابن عمي وهو يبقى اخو زوجي، وانا وهو بنبحث عن جوهره داخل شريطان الكاسيت، الى ان وجدت هذه الجوهره وقالت لي امراه عمي لازم تعطي ابن عمك من الجوهره نصيبه، وبعد كده اخذتها ومشيت، وقالت اعطي بهاء منها، مع العلم اني لم انجب من 11 سنة. سبحان الله، ما هي شرايط الكاسيت دي فبيدل على السنين وعلى الايام وعلى الشهور اللي عدت. الجوهرة اللي انت لقيتيها وانت مستغربة منها فبيدل على العطية الطيبة اللي ربنا هيديها لك، وهيكرم كل اللي حواليك اللي لسه ربنا مكرمش بالاولاد. دي بشرة طيبة بالخلفة والله اعلم، والكل هيبقى مستغرب لان عندنا بهاء وعندنا ابن عمك التاني، فالكل هيستغرب من حملك بعد 11 سنة، فربنا يكرمك ويديك رب العالمين. انا ساره مخطوبه وفي مشاكل في خطوبتي، حلمت اني كنت قاعده مع ست متوفيه وبوريها الدبله بتاعتي، راح الفص الابيض اللي فيها وقع وقعدت ادور عليه. المشكله هتطول شويه، مش هقول سايبان، ولكن المشكله والله اعلم هتطول شويه، واحتمال بسيط والله اعلم ان يعني كل واحد منكم يروح لحاله شويه لحد ما الامور تهدى والله اعلم. فما تخليش اي غلط يجي من عندك انت. انا لسه عندي 15 سنه، اخويا حلم ليا ان في واحد جاي بابا بيقول له وبيترجى ان عاوز اخطب بنتك، اما العريس محمود حد اعطاه خاتم ام العريس محمود حد اعطاه خاتم ماما ولبسه ليا، ارجو التفسير، ولبسه ليا. طب هو الخاتم فبيدل نجاح في المستقبل، نجاح في ايامك الجايه، الخاتم اللي لبستيه من ام العريس محمود، اما اللي هو عايز يخطبك فالخطبه هنا فبيدل على التوفيق من عند المولى عز وجل ليكي في ايامك الجايه، وبيدل على الفرحه بامر الله، ولكن مع تحقيق امنيه الاول بعدين الفرحه اللي هي الزواج والله اعلم. ممكن يكون دراستك. حلمت اني بقرا في مسجد وبقرا قران لوحدي، وفي حلقة قرآن بيقرأوا آية خطأ المعلمة بتصلحها، رحت أقرأ معاهم ومن يوق شح نفسه، قرأت صح وقلت لنفسي أول مرة أشوف التشكيل وفي الحقيقة بقرأ صح. طب آية قرآنية لما حد بيقرأها غلط وبتكون كذلك فبيدل على شهادة كل أعضاء جسدك على التوحيد من لسانك باستمرار، كل أعضاء جسدك بتشهد على لسانك أنه من الموحدين دايما باستمرار، فدي شهادة طيبة من أعضاء الجسد، يا رب كلنا نكون زيك. حلمت اني لابسه غوشتين ذهب ساده كانوا اكتر من 7 أو 8، انا انسه. هنا الغوايش طالما اكتر من 7 أو 8 وانت انسه فبيدل على وقف الحال شويه، ولكن ربنا يكرمك ان شاء الله بابن الحلال وما تستعجليش اصبري. في عندي رايتي اني عملت عمليه والدكتوره شالت قطعتين لحم من الرحم، واحده بيضه وواحده بيضه، بيدل على امرين. اول امر بامر الله حمل ثم ولاده، طالما في لحمتين نزل واحده بيضه والتانيه مش عارفه لونها ايه، او عف في الرحم فمحتاج لتدخل طبيب يفحصك والله اعلم. انا انسه ومتقدم ليا عريس، دعوت ربنا قبل ما انام لو في نصيب بينا ولا لا، فرايت نفسي ارتدي عبايه بيضه جديده بتلمع بس تفصيلتها رجالي، والله اعلم نصيب والله اعلم. حلمت اني لابسه غوشتين ساده، طبعا احنا قلناها دلوقتي. حلمت ان اكل ارجل فراخ عند امي، واتصل محمد ابن عمتي طلب مني طاقيه متزوجه. بتاكلي رجول الفراخ فبيدل على الوصله اللي بينك وبين اهلك وبين قرايبك، لازم تصليها، بيدل على المحبه اللي موجوده، ولكن كل واحد مشغول ما فيش حد فاضل للتاني ان هو يبين محبته للتاني. ابن عمتك بيطلب الطاقيه فابن عمتك محتاج الموعظه الحسنه والله اعلم. شفت واحده كنست التراب ودخلته من باب شقتنا والمقشه اتكسرت، وفي اتنين قاعدين عواطف ورأفت
كنت بسأل مين رب، كنت بسأل ربنا مين اللي أذانا عمل اتعمل أو سحر اتسحر لك، حد سحر لك. والله أعلم، صلت صلاة استخارة على الأمر اللي بيكي من تغير في حالك عشان ربنا يبينه لك وتبدأ ان انت تاخدي خطوات. حلمت اني اشتريت شنطة بيضة ب12 جنيه، شنطة بيضة ب12 جنيه ونص، وفتحتها لقيت كل حاجة ممكن احتاجها آنسة. شقة العريس ان شاء الله جميع الكمالياتها تكون موجودة فيها، مفيش حاجة تكون ناقصاكي، ولو هو ابن حلال طالما الشنطة موجود فيها كل حاجة هو هيشيل اكتر حاجات عليكي انت، والله اعلم. حلمت اني كنت عندي جيران وطلع علينا كلب وكان عاوز ياكل بنتي الصغيره. عين حاسد دائما النظر لحياتك وخاصه لبنتك، اركي بنتك الركه الشرعيه. حلمت اني على سريري وجنبي واحد شكله وحش وبيقول لي انت ليه عايزه تتجوزي، انت كده احسن. خفت منه وقرات ايه الكرسي 3 مرات وتحول الى شاب جميل. وقف الحال اللي عندك ان شاء الله بامر الله ينتهي، والشاب الجميل اللي هو تحول فبيدل على تيسير احوالك وبيدل على تقدم عريس ابن حلال لكي عليك بقراءه ايه الكرسي، لان وربما والله اعلم ده عشق من الجن، ولكن لسه ما فيش اي حاجه حصلت بينك وبينه طالما تحول لشاب جميل عليك بايه الكرسي. حلمت اني اخس بنطلونيين وبادي من غير كمام مدام، وعندي بنتين ولدين والله اعلم، ربنا يكرمك بولدين والله اعلم البنطلونيين. اما البادي اللي هو من غير كمام ده فبلاش استعجال في الحمل، وكله برضا الزوج. الحمل التالت ده انت عندك بنت، الحمل التاني ده اول حاجه تاخدي فيه راي زوجك في الميعاد المطلوب. ام حلمت اني والدي المتوفي جاءها في المنام معطاها غوشتين واسوره، الاسوره هي الدين والغوشتين هي الطمانينه، الطمانينه بامر الله ليه سعد وهنا البنات او الاولاد اللي معاكي والله اعلم، بيطمنها بحالهم فما تقلقيش على حالهم سلميها لربنا. حلمت اني باكل عسل وحبه البركه وكركم وانا في الحقيقه مريضه، حجامه ورقيه شرعيه ديت، انت عايزه حجامه ورقيه شرعيه لتخفيف الالام في الجسم والله اعلم. انا حلمت ان انا ماشيه تايهه في شارع مش عارفاه، وبعد كده نزلت سلام كثيره ولقيت نفسي موجوده في دور مليء بالشقق، وكنت في شقه مفتوحه بها فرح، وبعد كده دخلت غرفه النوم وكان بابها مفتوح. طب المتاهة هي المتاهة في النفسية، انت تايهة ليه في الدنيا؟ طب ما انت تصبري نفسك وتقوي نفسك بالإيمان وبالصلاة وبالدعاء لربنا. موضوع ان انت الشوارع ان انت مش عارفاه فانت بتدخلي نفسك، انت اللي بتدخلي نفسك في أفكار وفي حاجات لسه بدري على أوانها أو مش موجودة، طالما الأمور متيسرة بتاكلي ومستورة خلاص. وبعد كده نزلت السلالم كتير ولقيت نفسي موجودة في دور مليانة بالشقق وكده، فربنا يكرمك إن شاء الله وربنا يوسع حالك، ولكن نزولك السلالم هي نزول درجاتك بين المولى عز وجل في إيمانك، فعليكي بالتثبيت في الإيمان أكتر، وعرفي إن كله بأمر الله ربنا يفتحها عليكي. والشقق اللي أنت شفتها دي هي الحياة، وكل بيت وكل بيت مقفول فيه مشاكله وفي فرحه وفي كل حاجة، ولكن يا اللي تصبر واللي تتمنى الخير للي معاها هي اللي نوبها صواب. في رسالة بتقول إيه؟ اختي في الاول حلمت ان احنا مطلعين امام بيتنا بالنهار سرير جديد ابيض واسع، ماما نايمه عليه ومتغطيه بلحاف ابيض، وانا واقفه جانبها معايا 4 مخدات بيض جداد، ربنا يديها طول العمر يا رب ان شاء الله، ربنا يكتب لها يا رب العالمين الحجه ان شاء الله، وخلي بالكم منها وفرحوها. انسه حلمت اني اجلس على الكنبه وقالت امي اشربي اللبن قبل ما يبرد علشان تنشري الملايه البيضه اللي في الغساله، وما معنى ان تطبخ خالتي. طب انت عندك هنا الكنبه، الكنبه هو انتظار الفرج ان شاء الله وقرب الميعاد، اما ان والدتك بتقول لك اشربي اللبن قبل ما يبرد، فشرب اللبن هي الفتره السليمه اللي انت فيها، وبيدل على التزام الست بلبس الحجاب او الحجاب لو في فرد شعر واللبن وكده، فبيدل على الدين والاخلاق الطيبه، وعلشان تنشروا الملايه البيضاء اللي في الغساله فاستروا نفسكم بحاجات هي فيكم ولكن هي مش واضحه للناس، والغساله هي تطهيركم من الذنوب، فانشروا وبينوا نفسكم قدام الناس بالحاجه الكويسه اللي فيكم. وما معنى ان خالاتي تطبخ، خالاتك تطبخ ان معناتها ان السعد قريب من بابك ان شاء الله. اختي حلمت ان عمي الكبير اهداني سياره زرقاء، واختي كانت حازره ذلك ايه 22 سنه غم من ناحيه العم في كلام يا ايه والله اعلم، فربنا يهدي العمام يا رب. في شخص عايزه ارتبط بيه بس لسه ما خدش خطوه، وشفت استخاره اني ماشيه في المطر ومعي صاحبتي امنيه وقالت لي تعالي نركب الميكروباص علشان المطر، يعني خلاص هو والله اعلم بيدل يعني خلاص باين انه من نصيبك، ولكن عايزاكي دايما تكوني تقيلة، عايزاكي دايما تكوني تقيلة، لان هو كده خلاص عايزك وكل حاجة، فما تبينيش استعجلتك عليه والله اعلم هو من نصيبك. رأيت زميلي في العمل معاق وكنت ابكي واقول هي دي اخرتها، فقال لي ما تزعليش
معاقفه بدون الله اعلم، ربما انه يكون يسيب الشغلانه اللي هو فيها، ده ظلم والله اعلم. فادعي له بالصبر وان ربنا يفك عليه ويصلح له حاله يا رب. اي حلمتي اني استخرج من اصابع قدمي سمك صغير جدا شبه البولتي وكان كثيرا هموم طلع حقيقي يا ايه، استغفري ربنا وقولي لا اله الا الله. انا حلمت ان انا وواحد صاحبي قاعدين في وليمه كبيره جدا، هو بيقول لي كل اللي قلته خلي الناس تاكل الخير كتير، بعتني بيته وجبت له سيخين حديد وشكرا، رزق وفير بامر الله، والحديد تثبيت من امرك بامر الله، الحديد هو تثبيت في امورك، اما الوليمه الكبيره هي فتحه طيبه على رب من ربنا كبيره جدا عليك، انت انسان عطاء ونفسك تعمل حاجه لوجه الله ولكن مستني فرج ربنا عليك. هاخد واحده من بتاعه النهارده، بتقول بعد صلاه استخاره على شخص حلمت ان مرات اخي قالت لي، استخاره على شخص حلمت ان مرات اخي قالت لي انا كشفت عليه بالكمبيوتر مش فيه ولا غلطه بس بطل الورقه اللي بتبعتها له اللي انت بتبعتيها له. طيب هي هنا في مراسلات، لو في مراسلات او حاجه او الكمبيوتر وكده وانكشفت على الشخصيه بتاعته والورقه اللي تبعتها له، يعني بيدل على ان في بعض الغلطات، والغلطات دي واضحه ولكن يتم معالجتها بامر الله، شويه غلطات بسيطه ولكن يتم معالجتها ويصلح كزوج. حلم صديقتي شافت سرير بعمدان وعليه ستائر جميله وكان فيه نور، وفجاه شعرت بان شيء يدخل فيها، وبعدها شافت السرير والستائر مقطعه وقديمه مس في جسدها، لكن بامر الله ستجده او تخلصه من جسمها بعد الصلاه واستماع للقران الكريم، وبلاش تسمعي الاغاني والله اعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حلمت ان الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله عليه يريد ان يتزوجني وجاب المأذون والشهود وبصمم على كتب الكتاب وانا رافضه وخايفه مش عارفه ليه. مدام امل، انت عندك هنا فكر في الدنيا وعندك عندك ذكاء الحمد لله ان هو يجيب المأذون والشهود وبصم على كتب الكتاب وانا رافضه وخايفه، هو تقربك من ربنا. هل انت لما بتيجي بتصلي بتحسي بحمل على ظهرك او ما بتروحيش للصلاه، او دايما موسوسه في صلاتك او موسوسه للناس اللي حواليكي دول الشهود اللي كانوا حاضرين؟ فالشهود دوت هو انت نفسك ما تشردي على نفسك وعلى حالك. اما الشيخ محمد متولي الشعراوي فبيدل على ان انت مسلمه، فواجب المسلمه ان هي ما تكونش بالاسم بس تكون مسلمه ومؤمنة وتكون موحدة بالله والله أعلم. فالجأ ربنا بسرعة كده وغير من حالك وخاصة في صلواتك وتقربك من ربنا، وربنا يفرك عليك إن شاء الله وهيديك المال والعيال. دائما أحلم إني في مدينة ملاهي وبركب الألعاب الصعبة يا نسا، تأرجح في دينك خليكي جد وقت اللزوم والله أعلم، بلاش تتمرجحي وبلاش إن أنت تستهزي بالأقاويل في كل حاجة. استخرت العريس لخالد جوزي، استخرت العريس لخالد جوزي. حلمت ان في مناسبه وبسوي لحمه كتيره، طالما اللحمه بتتسوي يبقى العريس حلو، يبقى العريس تبقى دي مناسبه، مناسبه هتتم ان شاء الله طالما العريس بتسوي اللحمه. جوزي حلم ان اخوه المتوفي رايح لاخوه الكبير لابس بيجامه مقلمه، اخوه المتوفي رايح لاخوه الكبير. هو بيدل والله اعلم على انه هو بيقول عايز يوصل هنا لاخوه طالما بالبيجامه المقلمه، بيقول له خليك صاحب مبدا وما تغيرش كلامك، ولما تتكلم او توعد حد نفذ الوعد بتاعك او اتكلم الكلام بتاعك ونفذه. ده البيجامه المية المقلمه اللي هو رايح لاخوه الكبير بيوصلها له. آنسة، يوجد مشاكل مع ابي، شفته في الصاله بيقول لي يلا جهازي واقف امام الباب، ثم وجدت على الكنبه فستان فرح ابيض واخذت انظفه بالصابون وصحيت. هو انا قلت لك الحلم ده كان جالنا امبارح. المشاكل اللي بينك وبين والدك، هو طالما انت بتشوفيه في الصلاه بيقول لك يلا اجهزي، فبيدل على خلاصه المشاكل وخلاصه الهم، ولازم تسامحي طبعا والدك مش هو اللي يسامحك. اما الكنبه وكده فالكنبه هو انتظار الفرج، والفستان الابيض فهو يا انت يا لو انت في مشاكل بينك وبين حد، او انت كنت عايزه عريس او كده، ربنا هيوقف لك الموضوع شويه لان اهم حاجه رضا الوالد. وفي امر انت هتجبري عليه من جهه الوالد طبعا، والموضوع ان انت تنظفيه بالصابون وكده وتصحي، فانت هترضي بالامر اللي هيتفرض عليكي من ناحيه الاهل وهترضي بيه، ولكن هيكون امر طيب ان شاء الله، فما تقلقيش، واهم حاجه رضا الاب والام. انا جواهر، انا حلمت اني انا دخلت مكان ما اعرفوش ولقيت فيه ولد صغير اسمه يوسف. المكان انت ما تعرفوش ولد صغير اسمه يوسف، فبيدل على الجواهر على انك هتتظلمي، وبعد ما تتظلمي الناس هتبرئك من الموضوع اللي هيظلموكوا فيه والله اعلم. حلمت واحد قريب متوفي نايم جنبي على السرير وبيقول لي انا نويت اعمل عمره. عمره هي عمره القلب بالايمان، فالمتوفي بيوصل لك عمري قلبك بالايمان والله اعلم. هي العمره من الميت هي القلب.
حلمت اني لبست عبايه وحجاب وجزمه وشنطه نبيتي ومحفظه حمراء وباسبور احمر انسه فرحه ستملك عقلك وقلبك. وهنا بالباسبور وكده اللي هو الاحمر كده فبيدل على من سيتولى امرك وشريك حياتك، راجل كويس حلو جدا والله اعلم. حلمت ان ذهبنا نعزي سلفتي لقينا العزاء في مدرسه وزي ما تكون كنيسه. هو هنا العزاء فانا مش عايزه تبقى في شماته في حاجه يعني، لان موضوع الكنيسه وكده واللي هي زي المدرسه وكنيسه فبيدل على من عمل يعمل، او المشكله اللي عندي النهارده لو انت شمتي فيها تكون عندك بكره، فبيدل هنا طالما في مدرسه فالمدرسه هي لازم ان احنا كلنا نواسي بعضنا في امورنا وفي مشاكلنا ونطبطب على بعضنا، الكنيسه وكده فانا مش عايزه حد يفرح في حد في اي مشكله تخص والله اعلم. انا متزوجه، انا حلمت اني قاعده انا وابن عمي وبنتكلم وفجاه دخل علينا تعبان، الكلام كل واحد مشغول في حاله وفي حياته، مشغول يعني كل واحد مشغول والله اعلم كل واحد بيه ايه، فعلينا بالصبر لبعضنا. اما دخول التعبان هو الدخول احد للتفرقه بين الاهالي، عدو انسان كده ملوش لازمه بيخش يفرق الناس ما بينها وبين بعضها. انا مدام منال حلمت اني بصلي وكل ما اسجد جبهتي ما تصلش للسجاده، طالما ما بتوصلش للسجاده فجبهتك هي جاهك، جاهك في وسط الناس وذكرك في وسط الناس مخفي، انها ما تصلش للسجادة فبيدل على ظلم او بيدل على اسم انت مرتكباه ولسه ما تغفرش او لسه انت ما استغفرتش ربنا عليه، فدوري في دفترك وافتحيه واستغفري ربنا قبل ما يفوت الاول والله اعلم. طبعا هقول اخر رسالة معايا، رأيت الجمل في الحلم اكتر من مرة، 4 مرات مات تفسير. انا مش عارف الجمل انت شفتيه ازاي، الجمل ممكن يكون جن، الجمل ممكن يكون سفر، الجمل ممكن يكون صبر، الجمل ممكن يكون حجة، الجمل ممكن يكون زوج، الجمل ممكن يكون ولد، فانا مش عارف انت شفتي الجمل ازاي، شفتيه قولي لي بعته لي انت شفتيه ازاي وانا افسره لك. طبعا حلقتي خلصت معاكم الحمد لله، في رسالة لسه موجودة معايا هقولها لكم ان شاء الله في حلقة بكرة بأمر الله الساعة 12. طبعا الناس اللي تبعت لي ارقامها والمدام امينة الست الطيبة المحترمة كل الناس اللي سايبة لي ارقامهم واماني ولؤلؤة والناس الجميلة دي كلها، حاضر انا هكلمكم محدش يزعل مني خالص، هكلمكم كلكم بأمر الله. طبعا مشروع شموع الفرح يلي عاوزين الفرح، عايزه بقى كل البنات اللي بتتصل وببشرها ان انتوا تتخطبوا وتتجوزوا كده تتصل عشان تقولوا لي على المواصفات الجميله، والمواصفات الجميله تتصل بينا ونجمعكم هنا في القناه وتطلعوا معانا على الهوا عشان الناس تبارك لكم وتدوا فرصه وتعرفوا الناس ان في امل في الزواج، ما تقلقوش من اي حاجه، وكل واحده لسه نصيبها ما جالهاش ما تقولش ان انا عندي مس او عندي وقفه حال او انا ملبوسه او او او، لا لسه نصيبك لسه ربنا ما كتبهولكيش لسه يعني في الوقت الحالي، ولكن ليه ميعاد بامر الله عند ربنا هيكون. طبعا هتلاقوا على الشريط موجود عندنا رقم الرسائل او انكم تتصلوا وتسجلوا بياناتكم وتسيبوا الاسم بتاعكم اخر رقم من ارقام تليفوناتكم تكون موجوده، وان شاء الله بامر الله هيتم التواصل معاكم ويتم التنسيق ويتم عرضكم بامر الله هنا في القناه، واللي فيه الخير كله بامر الله يكون ان شاء الله. الخط الساخن 1756 ورقم الداخل 2 يا جماعه مش واحد، عشان في ناس بتقول انا بتصل على واحد، واحد ده بتكون خدمه الزواج، لا هي 2، وان شاء الله هكون في انتظار تليفوناتكم. والحمد لله يا رب تكونوا كلكم راضيين ويكون ربنا راضي على الحلقه الطيبه اللي هي بتجمعني بيكم وبينا ان شاء الله على خير، وفي نهايه حلقتي استودعكم في حفظ الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الإنسان أسرار وتوجيه وأنوار، وشيء في دواخلنا له في النفس آثار، فهيا احكوا.